مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. حلقه جديده من السادسه، تحياتي لكل الجماهير الاهلاويه اللي حاضره معانا حلقه النهارده. والحقيقه يمكن انا هبدا حلقه النهارده بشعار المرحله. انا شايف الحقيقه انه في احتفالات مبكره، طبعا في فرحه بالتاهل ما انكرش، كلنا فرحانين، وخصوصا انك انت تخطيت مرحله صعبه وصلت للنهائي خامس على التوالي. املك في انك انت تحقق انجاز ممكن يكون الاول في تاريخ القاره، تاريخ كره القدم، انك توصل خمسه نهائي تفوز باربعه منهم، ده انجاز ما حققوش النادي الاهلي نفسه قبل كده. لكن انا عندي كلام كتير مرتبط بالثلاث اسابيع. احنا بالنهارده بيفصلنا بالتمام والكمال على مواجهه الترجي في النهائي، المواجهه الاولى، ثلاث اسابيع. ارجوكم 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 اياكم ثم اياكم ثم اياكم من الاستسهال او الاحتفال المبكر. المباراه المنتظره هتكون في غايه الصعوبه، والدوافع عند الفرقتين كبيره جدا، والترجي غير. انا عارف ان احنا في السنوات الاخيره الحقيقه مش عايز اقول كعبنا عالي وكعبنا مش عالي، لانه كلمه الكعبه دي في كره القدم بالذات، يعني اي رياضه تانية جماعيه كانت او فرديه، الامكانيات والفوارق ممكن تكون بتحسم نتيجه المباراه او اللقاء قبل ما يبدا بنسبه 90%. استثني من ده دايما كره القدم. كره القدم مفيش فيها توقعات، مفيش فيها موازين، محدش يقدر يتوقع نتيجه لقاء مهما كانت الفوارق الكبيره. واديكم على ده امثله كتيره جدا مع الاهلي ومع غير الاهلي، في افريقيا وفي اوروبا وفي كل حته في العالم. في كاس عالم اللي هي اكبر بطوله على مستوى المنتخبات، في تشامبيونز ليج اللي هي اكبر بطوله على مستوى الانديه، ياما الناس توقعت للسيتي انه يفوز على تشيلسي وتشيلسي حقق البطوله، ياما الناس توقعت للسيتي انه يفوز على الريال، خرج السيتي وكمل الريال المشوار، ياما الناس توقعت انه اتلانتا يحسم المواجهه قدام، او ليفربول يحسم المواجهه قدام اتلانتا، كمل اتلانتا وخرج ليفربول. فالحقيقه انه وقريب جدا عندنا في افريقيا 90% من جمهور الكوره اللي متابع البطوله يقول لك سان داونز في النهائي، حتى والترجي كسبان في تونس بنتيجه 1-0، الاغلبيه قال لك مش ممكن سان داونز يخرج على ارضه في بريتوريا، وقد كان وفعلها الترجي، لانه كبير، لانه فريق الحقيقه عنده شخصيه البطل، عنده من الدوافع، عنده الحقيقه جيل جديد، وعنده حارس مرمى اكثر من رائع، اتفرجوا عليه كويس جدا، عامل ريكورد عظيم جدا في النسخه الحاليه من تشامبيونز ليج، حارس عمره 20 سنه، عامل 10 كلين شيت، وكان سبب رئيسي في تأهل الترجي قدام سان داونز، وكان سبب رئيسي في تأهل الترجي امام اسك وغيرها من الماتشات. هو نجم من نجوم الفريق، وعندهم ميجيل كاردوزو واحد من المديرين الفنيين المحترمين جدا جدا، واللي غير من شكل الفريق ورجع هيبه الترجي، فهي بالتاكيد مباراه لن تكون هينه على الاطلاق. ما بين النهارده وما بين مباراه الترجي ما تنساش انك عندك مشوار الدوري اللي احنا فيه متاخرين، واللي احنا فيه محتاجين نرجع فيه بسرعه وبقوه. اربع مواجهات مهمه جدا، ممكن تعتبرها جزء من اهميتها انها مرحله تحضير حقيقي واحتكاك قوي وتجهيز اللعيبه، سواء اللي وصلت لفورمه عاليه انك تحافظ على ثبات مستواهم، او اللعيبه اللي رجع من اصابه ومحتاج يعني يكونوا اوراق مهمه حاسمه ليها دور في مواجهه الترجي، وفي نفس الوقت الصراع على البطوله وحسم على اقل تقدير الدور الاول وانت في صداره البطوله عشان تضمن المشاركه في بطوله افريقيا. فهم اربع لقاءات في منتهى الاهميه، هم دول اللي العين عليهم. الكلام النهارده الحقيقه عن نقطتين، عن الصوره واللقطه في مباراه قبل النهائي في استاد القاهره، عن الحق الذي يراد به باطل، وعن كيف تصنع شعبيه زائفه. دي هتكون محاور حلقتنا النهارده، ومعانا انترفيوهات مهمه جدا من كوت ديفوار ومن تونس. تابعوا حلقة النهاردة من السادسة، نرجع لكم بالتفاصيل بعد الفاصل. النهاردة بأوامر مارسيل كولر فريق الأهلي راح يرجع بكرة إن شاء الله يستأنف تدريباته واستعداداته لمواجهة صعبة جدا ومنتظرة جدا، واحد من دربيات كرة القدم المصرية، بصرف النظر عن أحوال الفرقتين والفوارق الكبيرة جدا بينهم على مستوى الأرقام طبعا في السنوات الأخيرة، لكن تبقى مباراة الأهلي والإسماعيلي واحدة من أكثر المباريات الجماهيرية اللي بينتظرها جماهير الفرقتين على مدار الموسم. الميعاد الأربع القادم للاستاد هو برج العرب، لكن رغم أنه النهاردة راحة وأنه بكرة العودة للتدريبات، معنا مجموعة من الأخبار المهمة في الأهلي نيوز روم. تعالوا نشوف معنا إيه النهاردة. مباراة تحتاج إلى القوة الضربة، وأعتقد أنه على مستوى الأداء في حالة رضا كبيرة عن الشكل اللي ظهر بيه الأهلي قدام مازيمبي.
سيبك من كل اللي بيتقال، ده لينا معاه وقفه كبيره جدا، لكن الحقيقه على مستوى الاداء انا شايف ان الاهلي قدم مباراتين كبار جدا قدام مازيمبي في ظروف صعبه جدا، صعبه جدا على اي فريق في افريقيا، مش بس الاهلي الحقيقه. مازيمبي على ملعبه واحد من الفرق اللي لازم تعمل له مليون حساب، ورغم كده صحيح زي ما هددك مازيمبي، لكن كنت قادر كمان انك انت تكون اكتر من ند، وفي وقت من الاوقات لو كان حلف الاهلي التوفيق كان ممكن يخرج من المباراه دي بسكور افضل بكتير. لكن خلينا نتكلم على الاداء وسيبك من النتائج، في النهايه انت كسبت مكسب عريض على فريق قوي جدا ومحترم جدا، اعتقد كان جدير بالوصول للمرحله دي من البطوله، وكان منافس حقيقي للنادي الاهلي. لكن على مستوى الاداء اعتقد انه شكل اداء النادي الاهلي في الشوطين، حتى في الشوط الفشل الاهلي في ترجمه سيطرته لاهداف، الاهلي كان بيلعب كوره قادر يسيطر، قادر يستحوذ، قادر كمان، وده اللي يهمك انت كجمهور، انه يصنع خطوره. يعني فكره الاستحواذ السلبي دي مش في قاموسنا كاهلاويه، احنا عايزين الاهلي يكون خطير على الأزين، الضغط والاستحواذ يبقى دايما بيمثل خطوره او بيترجم لخطوره، وانت كنت قادر تعمل ده. صحيح غاب التوفيق، غابت اللمسه الاخيره، لكنك قدرت توصل وتهدد مرمى مازيمبي في فرص في مناسبات كتير جدا. الشوط الثاني يمكن كانت نوبه الاستفاقه، جرس الانذار، الهدف الملغي لمازيمبي هو اللي ادى لحاله التركيز وظهور الاهلي بالشكل اللي جماهيره تتمنى انها تشوفه عليه على مدار الموسم كله. في اغلب السيناريوهات بقول لحضرتك، محليا كان، افريقيا كان، على المستويين دول تحديدا يعني، كله هيلعب على انه يخطف المكسب، كله هيلعب على ضربه الحظ، كله هيلعب على الكره الضاله اللي ممكن تغير الحسابات، وده كان سيناريو قريب من الحدوث، والحمد لله ربنا ستر في مباراه مازيمبي. لكن في النهايه، في النهايه اعتقد على مستوى الاداء الاهلي اتطور بشكل كبير جدا في المباراتين دول، نتمنى انه يزيد التطور او يزيد الكيرف بمسانده الجمهور العظيم طبعا، لغايه لما نوصل ان شاء الله للفاينل مع الترجي. طيب خلينا معانا النهارده واحد من، مش عايز اقول افضل بس، لكنه من اهم كمان مدربين في افريقيا في الوقت الحالي، صاحب ضربه اعتقد لن تنسى في تاريخ كوت ديفوار، هو امريس فاي طبعا المدير الفني الحالي لمنتخب كوت ديفوار، وهو اللي قاد الافيال في ظروف صعبه جدا وقاسيه جدا، ونجح في صناعه تحول قدر يوصل بيه من بوابه الخروج من البطوله لبوابه ومنصه التتويج بالبطوله. ده هو حال منتخب كوت ديفوار في النسخه الاخيره من بطوله امم افريقيا، سيناريو اشبه بسيناريو، لو يعني لو حبيت اشبه او اقارن، سيناريو اشبه بسيناريو باير ليفركوزن كده مع تشابي الونسو، من قمه السوء في المستوى والضعف وقله الحيله لقدره رهيبه جدا على التطور السريع وقلب الادوار والمنافسه والفوز والتتويج بالبطوله. ده على المستوى الاوروبي امريس فايه في ظروف مشابهه وان كانت يمكن اصعب من حيث التوقيت، قدر يحقق النجاح ده مع منتخب كوت ديفوار ويحقق اللقب الغالي جدا في النسخه الاخيره من امم افريقيا. هو ضيفنا طبعا، برحب بيه وبشكره طبعا على ظهوره معانا في السادسه وعلى مشاركته ووقته على شاشه النادي الاهلي. اهلا بيك معانا. كثيرا ومساء الخير للجميع، ومبروك لتأهل النادي الأهلي لنهائي أفريقيا. طيب يعني خليني أسألك الأول قبل ما أدخل في مشوارك واللحظات الفارقة اللي عشتها مع منتخب كوت ديفوار، المواجهة بين الأهلي والترجي، الغلبة لمن من وجهة نظر إمريس فايه؟ هيكون نهائي جميل، الفريقين عندهم خبرات كبيرة في المسابقة دي، الترجي التونسي بقاله كذا سنة ما تأهلش للنهائي، وطبعا هيواجه فرق عندها خبرات زي الأهلي في النهائيات السابقة، فهيكون نهائي جيد جدا للفرقتين اللي بيلعبوا كرة شيقة. خليني أروح معاك لسيناريو كان أعتقد أكثر المتفائلين في كوت ديفوار وفي ساحل العاج لا يتوقع، خصوصا بعد بداية صعبة لمنتخب كوت ديفوار في البطولة. ايه كان سبب التحول او سر التحول بعد قيادتك للفريق ونجاحك في التتويج ببطولة افريقيا؟ تقييمك للتجربة دي، نظرتك ليها. بالفعل لقد كانت تجربة شيقة، عمري ما كسبت وانا لاعب،
اخر مره كان في النهائي كان في القاهره، كنا في النهائي في 2006 وخسرت فيها. بالنسبه لي كان هدف ان انا اكون كمدرب. Lors de la dernière CAN, on était à domicile, donc on avait le soutien de nos supporters. On y a d'amener le fari. Pas gagné d'avance parce qu'on avait très mal commencé le. M'acceptais après ça. Avec le soutien du public et le changement de comportement des joueurs, on a réussi à. Fait aussi des changements qui ont eu lieu. La coupe à la maison et pour moi c'était une expérience que je n'oublierai jamais. دي كانت تجربة كنت عايزني أجربها. تفسيرك في بداية البطولة للمستوى يعني المتراجع لمنتخب كوت ديفوار، هو المنتخب المستضيف للبطولة، منتخب كوت ديفوار دايما مصنف لكنه بدأ بداية سيئة، كان إيه أسباب البداية دي من وجهة نظرك؟ أعتقد On a déjà, on avait bien commencé la compétition en gagnant. بدأناها كويس قدام غينيا بيساو. Après pour la deuxième journée, on a joué. وتاني يوم. C'était un match serré contre deux équipes qui voulaient. لعبنا مع قدام فرقتين في نفس الجروب. On a perdu par le plus petit des scores 1-0 sur un match qui était équilibré. Je pense que le match nul aurait été logique. Mais on a perdu ce match, on avait encore le destin entre nos pieds parce qu'il fallait qu'on gagne le troisième match et malheureusement après on était dans une position très délicate. Mais je pense que ce qui nous a fait défaut sur le premier tour, c'était surtout le manque de confiance que l'équipe avait et peut-être une pression parce qu'on jouait à domicile qui était énorme et qu'on n'a pas réussi à gérer. امتى اللحظه او يعني اوصف لي تحديدا ازاي مين اللي بلغك بخبر رحيل المدرب الفرنسي اعتقد جان لوي جاسي؟ امتى اتبلغت بالخبر ده وازاي استقبلت خبر انك انت هتقود او هتستكمل مشوار البطوله؟ وايه هي كانت اول فكره او ايه اكتر حاجه سيطرت على تفكيرك في اللحظه دي؟ لا، mon objectif il est simple. On a هدفي كان بسيط. On a réussi à gagner la coupe à domicile. كنت عايز اكسب البطوله. Et on sait qu'on va accueillir la prochaine coupe au Maroc qui va. كنا عارفين ان البطوله الجايه في المغرب، ده كان هدفنا. De se qualifier. نحن نتاهل. كان et de venir remettre notre titre en jeu pour repartir du Maroc avec la coupe. كنا عايزين نمشي من المغرب بال. Et le deuxième objectif c'est que il y a la coupe qui commence à se préparer. On a déjà fait deux matchs de qualification qu'on a gagné. Donc نحن نكسب في الماتشين اللي احنا كنا محضرين لهم. Je suis aussi pour la prochaine Coupe du monde parce que la Côte d'Ivoire a raté les deux dernières éditions. La Côte d'Ivoire a raté les deux dernières Coupes du monde, donc c'est important. كان مهم جدا ان الكوت ديفوار تكسب. Qualifier pour la prochaine, surtout qu'il y aura au moins 9 pays africains qui iront représenter le continent lors de la prochaine Coupe du monde et on a envie d'en faire partie. Bon. طيب خليني اسال السؤال بطريقه تانية. من منتخب تاهل للادوار الاقصائيه للنوك اوتس كواحد من احسن توالد في المجموعه، لعب ثلاث ماتشات على ارضه وسط جماهيره، قدر يكسب مباراه ويخسر مباراتين، ازاي يحصل التحول او ايه هي التحديات اللي كانت قدامك كمدير فني عشان تقدر تعمل عمليه التحول لفريق عنده القدره انه ينافس على البطوله وياخد اللقب؟ تحديات اكتر كانت معنويه، بالتاكيد اللعيبه كانت محبطه معنويا حاسين ان هم بعيد عن لقب، ولا كانت اكتر بدنيه وتكتيكيه وخططيه في الملعب؟ كان مهم بالنسبه لنا ان احنا يكون عندنا الثقه. On a fait des entraînements pour que les joueurs reprennent un peu de plaisir. عملنا تدريبات ان اللعيبه يكونوا ممتنين ان هم يلعبوا. Et ce qu'on voulait corriger aussi, en plus de la confiance, c'était de retrouver une équipe qui joue ensemble, qui se bat ensemble, de retrouver une solidarité et de la rigueur et de la discipline au niveau du collectif. Donc on a vraiment travaillé pendant 4 jours avant le Sénégal. Que les joueurs soient ensemble. Que les joueurs soient solidaires et que on arrive à retrouver collectivement ce qu'on avait individuellement. ويشتغلوا على نفسهم كل واحد.
امريس فايه، خليني اسالك الحقيقه بعيدا عن تتويجك باللقب، يعني انت طبعا في مدربين محليين او وطنيين كتير حققوا لقب، في مدربين اجانب حققوا لقب، وانتوا يمكن في كوت ديفوار اعتقد هيرفي رينار حقق معاكم لقب بطوله افريقيا، لكن هل بتشوف انه المدرب الوطني على مستوى المنتخبات الافريقيه عنده قدره افضل على قياده المنتخبات، على الشغل على النواحي المعنويه اكتر منها البدنيه او الخططيه، وخصوصا انه معظم لعيبه افريقيا النهارده اصبحوا محترفين في اوروبا وعندهم اجاده تامه لفكره الادوار والتكتيك والمراكز، يعني الثقافه اللي جوه الملعب بقت غنيه جدا عندهم. هل بتشوف ان دور المدرب الوطني افضل من المدرب الاجنبي مع المنتخبات؟ Oui, c'est pour moi c'est plus بصراحة facile. بالنسبة لي هو كان سهل. Je peux dire que c'est bien ou c'est pas bien, مش هقول إن هو كويس أو لأ، بس هكون إن هو سهل. L'entraîneur de l'équipe nationale connaît إن يكون المدرب من du pays المنتخب qu'il فهو entraîne, c'est هيكون d'autant plus عارف facile parce qu'il كويس. gagne du temps. هيعرف Parce que chaque الوقت. pays a ses principes, chaque pays a sa culture. كل بلد ليها Donc quand vous mettez un ثقافتها entraîneur وليها qui vient طبعها. du pays qu'il entraîne, je pense que c'est plus facile pour lui de فده هيكون comprendre سهل بالنسبة le contexte, للمدرب de ان هو comprendre يعرف le يتواصل comportement مع des joueurs اللعيبة. et de pouvoir aller gagner des titres parce que c'est important quand vous faites une compétition comme la Coupe d'Afrique des مهمة Nations. جدا عشان نوصل في C'est البطولة. important de connaître le contexte du pays là où vous allez jouer, c'est important de connaître le contexte du pays بيكون que عارف vous يتعامل entraînez. معاهم وهما Quand بيلعبوا l'entraîneur vient وبيدربوا. du même pays, je pense que c'est فلما plus يكون من facile et نفس ça permet البلد فده هيكون سهل de gagner جدا. beaucoup de temps. هل كان في ادوار لنجوم الكره في كوت ديفوار ساعدتك على نجاحك في المهمه؟ نجوم من حتى من اولاد او ابناء جيلك، زمايلك في الملاعب، ديدييه دروجبا اللي كان حاضر معظم المباريات في ملاعب البطوله، يايا توري، النجوم الكبار في كوت ديفوار، هل كان ليهم دور في مساندتك في مشوارك؟ Déjà, il faut savoir que dans le staff, dans mon staff en sélection, depuis la CAN, il y a des anciens joueurs comme Ahmed Ouattara, في لعيبة comme كتير Haruna ساعدتني Dendal, زي أكندال comme Bonaventure Kalou, comme Cyril كالو Domoro, et comme même Mbete Abdoulaye, إيه عبد الله qui était avec moi au quotidien, qui était avec nous, le staff, qui كانوا nous aidait معايا beaucoup, في الستاف كمان qui parlait وساعدوني beaucoup aux كتير. joueurs. في لعيبة Et qui كتير nous ont soutenus hein, pour aller gagner la CAN. Donc oui, il y a aussi des joueurs comme Romaric كان في لعيبة كتير qui m'ont aussi ساعدتني. envoyé des messages pour me soutenir, pour m'encourager, pour me féliciter quand on a gagné. Bon, Mais t'envoie, c'est monsieur. important que des joueurs de ma promotion, de ma génération, كان مهم جدا ان me اللعيبه soutiennent et يشاركوني m'encouragent, que ce ويساندوني. soit en étant physiquement présent dans mon staff, que ce soit en m'envoyant des messages ou en m'envoyant des petits coups de fil. C'est toujours important pour nous كان مهم de se جدا ان sentir احنا نلاقي soutenu. مساندة اللعيبه معانا Et quand ce sont des joueurs avec qui on a joué, ça fait encore plus plaisir. علشان نوصل في البطوله ونتأهل. انا عارف انه بعد نجاحك طبعا بالتتويج مع الكوت ديفوار تم يعني تعيينك او تثبيتك بقى في المنصب واستمريت كمدير فني، لكن بعد التتويج هل تلقيت عروض للتدريب سواء على مستوى منتخبات وطنيه سواء على مستوى انديه؟ هل في عروض جات لامراس فايه؟ Est-ce que j'ai eu ou est-ce que je vais Non, avoir? non, est-ce que vous... هل Oui, est-ce que تلقيت j'ai eu, عروض c'est بعد ça la نجاحك في question? التتويج مع كوت ديفوار؟ هل تلقيت عروض لتدريب منتخبات أخرى أو أندية أخرى؟ Non, non, non. Après la CAN, لا، بعد الكان j'ai pas eu d'offre parce que ما j'ai جاليش vite أي été عروض confirmé par le président de la fédération ivoirienne لأني كنت خلاص comme le اتثبت مع nouveau المنتخب sélectionneur de la Côte d'Ivoire, et وأني أكون مدرب الكوت après ديفوار. la CAN on s'est vite concentré sur la constitution du nouveau staff. Donc أنا non, اتثبت مع j'ai pas reçu المنتخب d'offre فما جاليش أي عروض. d'autres équipes nationales à entraîner. بون، اقفل صفحه كوت ديفوار معاك قبل ما اروح لملفات تانية. هل ترى منتخب كوت ديفوار بنسخته الحاليه قادر على التاهل لكاس العالم تحت قيادتك، نسخه طبعا 2026؟
Ah, j'espère, en tout cas, on travaille avec mon staff pour ça. يعني أتمنى Parce que إحنا comme je l'ai dit بنشتغل tout à l'heure, c'est un objectif pour nous avec la CAN 2025 au Maroc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire a raté les deux dernières Coupes du Monde. Donc, كوت ايفوار la كسب première Coupe du الكان Monde avec وبيطمح 11 انه هو équipes, يشارك avec 9 كمان. équipes minimum africaines, bien sûr que la Côte d'Ivoire doit être présente pour la prochaine Coupe du Monde et ce serait un لازم échec كوت ايفوار تبان بشكل pour كويس. moi وبالنسبة de ne لي pas qualifier la Côte d'Ivoire pour la prochaine Coupe du Monde. تمام. طيب خليني اخد النسخه اللي جايه من كاس العالم، النسخه الاخيره هي يمكن المغرب قدمت مستوى عالي جدا في البطوله ونجحت في الوصول للمربع الذهبي. هل بتشوف ان في منتخب افريقي او ترشيحك للمنتخبات الافريقيه اللي عندها القدره انها مش بس توصل للمشاركه في نهائي كاس العالم لكن تقدر تروح لبعيد، تقدر تكرر انجاز المغرب ويا ريت لو ابعد طبعا؟ Pour moi, il faut féliciter le Maroc parce بالنسبة لي لازم نشكر ils ont المغرب permis à toute l'Afrique لأنهم de فخر rêver et de للعرب. croire en nos chances. Et aujourd'hui, quand je regarde toutes les équipes africaines comme le Sénégal, لما comme le بشوف كل Maroc, comme الفرق اللي l'Algérie, بتشارك زي comme المغرب l'Égypte, comme le والسنغال Cameroun, comme la ونيجيريا Côte d'Ivoire, comme والكاميرون وكوت Nigeria, il y a ايفوار beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes, même le Mali. Il y في a فرق beaucoup, beaucoup كتير d'équipes africaines qui aujourd'hui ont des très, très bons joueurs, تستاهل انها تشارك ont des très, بلعيبة très bons كبيرة. staffs qui travaillent bien. Et pour moi, la prochaine Coupe du Monde, بالنسبة ça لي sera une chance énorme pour l'Afrique de mettre l'Afrique ان sur le احنا toit du monde. Et تكون افريقيا موجودة mon في souhait le الخريطة plus بتاعة cher, العالم c'est que ce soit une équipe africaine, bon, la Côte d'Ivoire, hein, bien sûr, en priorité, mais que ce ونتمنى soit une طبعا ان équipe كوت africaine ايفوار تكون مشاركة. qui gagne la Coupe du Monde. Et je pense que toutes ces équipes africaines qui iront كل représenter الفرق le continent pour la الافريقية prochaine Coupe du Monde انها تكون متواجدة. auront leur chance, mais il faut juste لا أنا qu'on y عايزك croit تحدد لي أسماء كابتن فايه. et qu'on soit يعني إحنا persuadé qu'on puisse بنتكلم y على arriver. 10 منتخبات قد تشارك في نسخة كأس العالم اللي جاية. مين منهم من وجهة نظر إمراس فايه عنده القدرة إنه يروح لبعيد على إنه يدخل في أجواء المنافسة مش بس يشارك في دور المجموعات أو يتخطى دور ال 16؟ مين منهم من وجهة نظرك وأنت تابعتهم طبعًا في البطولة الأخيرة، مين منهم قادر يكرر إنجاز المغرب على أقل تقدير؟ Moi, je vais dire la Côte d'Ivoire parce que هقول طبعا c'est الكوت mon équipe, ايفوار علشان فريقي. c'est mon pays. Et puis nous, on va travailler pendant ces 2 années احنا هنلعب pour لمدة faire la meilleure سنتين Coupe du نجهز Monde علشان possible. نطلع كل Et الحلو اللي نقدر نقدمه. comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup, beaucoup d'équipes africaines في vraiment فرق كتير qui ont la تقدر انها capacité تشارك d'aller loin. Et j'espère ويروحوا في que ce حتة sera le بعيدة cas في pour la prochaine البطولة. Coupe du Monde. زي مين؟ Et la Côte d'Ivoire en numéro 1, كوت bien ايفوار sûr, رقم on est واحد طبعا. champion d'Afrique et on a montré qu'on était une équipe très dangereuse. بون Après, il y a le Sénégal aussi, بعد كده السنغال. qui a fait les 2 dernières Coupes du Monde. Si je me rappelle, au Qatar, ils avaient perdu ça 2-1 افتكر في قطر برضو juste avant la compétition et ça leur ان avait هما fait beaucoup, لعبوا beaucoup de mal. كويس في Mais المسابقة le Sénégal est capable aussi, le Maroc est capable de refaire la même chose. والمغرب برضو يقدروا يعملوا L'Égypte نفس اللي aussi, عملوه ومصر كمان. c'est une équipe qui aime les grandes compétitions comme ça et qui sait se transformer quand ils arrivent dans des compétitions comme ça. Donc non, il y a 4-5 équipes pour moi في على الأقل qui أربع peuvent فرق يقدروا إن aller هم gagner يشاركوا ويروحوا في حتة بعيدة في البطولة. طيب لو انا عارف طبعا ان مهمتك مستمره مع كوت ديفوار وبتمنى لك كل التوفيق، لكن لو مش بتدرب كوت ديفوار ايه المنتخب اللي تتمنى انك انت تتولى مسؤوليته او ايه النادي لو اتعرض عليك كمان انك انت تدرب نادي من الانديه سواء داخل كوت ديفوار او خارج كوت ديفوار، النادي اللي انت تتمنى انك تدربه؟ نادي او منتخب؟ Non, moi je suis encore jeune, je suis quelqu'un qui prend les projets, les compétitions les unes Bon, après les vous autres. pouvez Aujourd'hui, répéter encore je une suis sous fois. contrat طيب avec la Côte d'Ivoire بسأل jusqu'à لو la انت prochaine Coupe دلوقتي du Monde. مهمتك انتهت مع كوت ديفوار او مش متولي مسؤولية المنتخب، هل في حلم لامراس فايه بتولي مسؤولية منتخب معين قادر يكتب معاه قصة نجاح،
او مش بس منتخب، ممكن كمان نادي، هل عندك حلم بتولي مسؤوليه تدريب احد انديه افريقيا؟ J'aimerais bien l'Égypte. Oui, L'Égypte, ce serait طبعا bien. مصر بالنسبة لي Ce serait un beau challenge pour moi. هيكون Parce que تشالنج là-bas, كويس بالنسبة لي. vous êtes des fous de foot comme moi et que vous mettez les moyens pour remporter et la Coupe هيكون في continentale فرص et ان la Coupe احنا du Monde. Donc, نسيطر على c'est un القارة. pays qui a une vision un peu comme moi. Donc, ouais, pourquoi pas. فليه لا لن يضرب مصر. وعلى مستوى الأندية. Bon, et Je vais dire à l'Ali. En plus, هقول il y a mon ami الأهلي Anthony Modeste لو مصري qui joue là-bas, donc il m'a dit beaucoup de bien sur le club. Donc, ce sera فأكيد aussi هقول peut-être une الأهلي bonne المصري expérience pour بالنسبة moi. لي. طيب خليني اروح معاك لتجربه يمكن في مشوارك كلاعب. انت لعبت في فريق نونت في فرنسا، اف سي نونت. واحد طبعا عايز اخد رايك في مستوى مصطفى محمد، مهاجم نونت اللي قدم موسم اكتر من رائع على مستوى الارقام السنه دي، مهاجم منتخب مصر الدولي. وهل بتشوف انه نونت ممكن يكون بوابه، او الدوري الفرنسي ممكن يكون بوابه لفرق او لدوريات اكبر على مستوى اوروبا؟ Ouais, je pense qu'il a, il a eu, il a eu une première saison difficile quand نعم il avait أعتقد هو au أول FC Nantes, où موسم لي il faisait beaucoup beaucoup d'efforts, mais il n'est pas وبيقدم beaucoup مجهود passé كبير par les buts. هو Mais تاني cette موسم année, أو ثالث il موسم a بالأهداف franchi un cap et il marque beaucoup plus de buts, même si l'équipe est en difficulté. Lui, il a marqué des buts et il est beaucoup mieux et il est beaucoup plus à l'aise aussi هو جيد dans le جدا jeu collectif, dans le jeu de l'équipe. Donc, وكويس c'est un جدا joueur مع qui الفريق a beaucoup progressé وبيقدم depuis qu'il مجهود est arrivé كبير à هو في Nantes. تقدم Après, pour le transfert, bien sûr, oui, c'est un joueur فليه لا qui peut aller taper aux portes des équipes un peu plus ambitieuses vous pensez qu'il peut que les FC Nantes. Après, ça dépendra. Oui, bien sûr. Ouais, c'est possible, c'est possible. طبعا من الممكن ان هو Il a يروح marqué في des buts فرق cette كبيرة année. Il a un jeu. Je pense qu'il a un jeu. Il a un jeu qui peut aller dans le championnat anglais parce que c'est un هو attaquant ممكن qui fait يروح beaucoup الدوري d'efforts. C'est un الإنجليزي attaquant لأن qui هو pose beaucoup de بيعمل problèmes. Qui pose مجهود beaucoup de كبير problèmes aux défenseurs. Donc je pense qu'il a un jeu qui peut s'adapter au championnat وهو anglais. ممكن يتأقلم مع الدوري الإنجليزي امبارح في البطولة الأخيرة خرجت يمكن منتخبات بطولة أمم أفريقيا، خرجت يمكن منتخبات كبيرة من أدوار تمهيدية، بطولة كانت مليئة بالمفاجآت، بطولة كمان كانت خالية تقريبا من تأثير النجوم الكبار اللي سيطروا على الساحة في أفريقيا لسنوات وسنوات. بتكلم عن رياض محرز، بتكلم عن حكيم زياش، أشرف حكيمي، محمد صلاح، ساديو ماني وغيرهم من النجوم. من وجهة نظرك مين اللعيبة اللي ظهروا في البطولة دي، أو مين اللعيبة اللي تتوقع عليهم إن هم يكونوا الأفضل على مستوى أفريقيا في السنوات اللي جاية؟ Moi, franchement, le joueur qui m'a le plus marqué pendant la CAN, من c'est Ndidi اللعيبة اللي Nkosuo. لفتت انتباهي في Il fait الكان une super, super CAN. C'est un jeune joueur كان لاعب كويس كوتيزو qui a encore beaucoup, beaucoup d'années devant lui. قدامه Et c'est un لسه joueur qui سنين a fait une كتيرة grosse saison aussi avec Leverkusen. Ils ont été champions d'Allemagne. Ils sont encore excusez-moi monsieur vous en pouvez lice pour l'Europa League. Oui, طيب pour moi, le joueur qui m'a le plus marqué pendant la CAN, اكتر c'est لاعب Ndidi لفت انتباهي Nkosuo, معانا le جوسلو défenseur central de la Côte d'Ivoire بون لاعب خط qui joue à النص لكوت Leverkusen. Il a fait une ديفوار très bonne CAN. Il a fait une très grosse saison avec عمل Leverkusen, où ils ont gagné موسم le championnat كويس allemand. جدا Ils sont encore en demi-finale de l'Europa League. وكمان Donc, il est في en train de نصف faire une نهائي اليوروبا saison ليج extraordinaire. Il a fait une très, très grande CAN. C'est un jeune joueur. Hein. فهو لاعب Il a مجتهد seulement جدا 23 ans. Donc, pour moi, je pense que c'est بالنسبة لي le joueur africain des prochaines années اللاعب الأفريقي qui va السنة continuer à الجاية progresser, qui va هيكمل finir dans un التقدم دوري très grand club في نادي européen كبير et qui je pense gagnera des ballons d'or africains. طب خليني اسالك عن رايك يمكن في المشاده اللي لفتت انظار وسائل الاعلام، السوشيال ميديا في العالم كله في ال 24 ساعه الاخيره، مشاده صلاح ويورجن كلوب على هامش تبديله او تغيير صلاح ونزوله في مباراه ليفربول الاخيره. شفت الامر ده ازاي؟ وهل تعتقد انه دي نهايه فتره او نهايه مرحله
بعد رحيل كلوب وتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول؟ Bon, je pense que انا شفتها واعتقد le coach a annoncé peut-être un peu trop tôt ان الكوتش qu'il اتاخر allait quitter شويه le في club. ان هو عشان كمان هيسيب الفريق. J'ai comme l'impression que c'est un peu pour ça que les résultats de l'équipe sont un peu moins bons من وجهة نظري qu'à un certain moment dans la saison. Ils ont été éliminés في وقت de l'Europa League, في النادي ils ont perdu des points en championnat sur les derniers matchs. كمان الفريق Je pense في que اخر oui, le الماتشات. divorce a été peut-être annoncé un peu trop vite, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à retrouver la vraie équipe de Liverpool. مراس فايل المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، مره ثانيه طبعا بشكرك على مشاركتك معنا وببارك لك مره ثانيه على التتويج بلقب امم افريقيا الغالي. الحقيقه واحده من اكبر مفاجات الكان، وهذا ليس تقليلا من امكانيات كوت ديفوار ولا انها صاحبه البلد المضيف، لكن دايما كوت ديفوار الحقيقه واحده من القوى التقليديه اللي تعودنا عليها تنافس دايما على اللقب، وان كان انجاز مراس فايل الحقيقه يقترب من كلمه تحقيق المستحيل. بدايه غير موفقه، توقيت صعب، بنسمع دايما عن مديرين فنيين كبار أجانب بيطلبوا أوقات طويلة جداً، معسكرات تحضير، اختيارات قوائم لاعبين، مباريات ودية، وفي النهاية وشروط جزائية يعني وحاجات كتيرة جداً، ورغم توافر كل ده لكن في النهاية المحصلة بتكون صفر، في حين أنه الحقيقة مراس فايه تولى المسؤولية في ظروف صعبة جداً وقدر أنه هو ينتشل الفريق من بوابة الخروج. كانوا تقريباً هم لآخر ثواني في مرحلة المجموعات، كانوا تقريبا بره الحسابات، اعتقد مباراة تانية، انا طبعا مش فاكر الارقام والسكور دلوقتي، بس انا فاكر انه كوت ديفوار تأهلت كواحدة من احسن التوالت مش بمجهودها حتى، نتيجة انتهاء مباراة تانية بالتعادل، وده اللي سمح لهم يكملوا في البطولة. ومن هنا كانت لحظة تحول صعبة جدا على اي مدير فني، معنويا، نفسيا، بدنيا، الفريق كان بيمر بمرحلة صعبة، انه ياخدهم وينتشلهم من ده ويكمل معاهم مشوار ويفوز بالبطولة، اعتقد انها بطولة استثنائية واعجازية لكوت ديفوار، يحسب فيها الفضل بالتأكيد الكبير لأمرس فايه. طيب طبعا في احتفالات كبيرة جدا في تونس بمناسبة فوز الترجي ذهابا وإيابا، خد بالك ذهابا وإيابا، ولينا واقفة مع ذهابا وإيابا دي، ولينا واقفة الحقيقة يمكن لأول مرة من فترة طويلة يحصل تشابه بين الثلاث بطولات في دوري الأبطال، بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، لأنه في ناس دايما بتتكلم على فكرة الإمكانات وإنه الإمكانات المادية هي السبب في الفوز بالبطولات، وهذا حق يراد به باطل، هذا حق يراد به باطل في محاولة ممكن نسميها لغسيل العقول، أو إنك توجد شماعة تعال عليها فشلك وتبرر فيها بيها الفشل ده قدام جمهورك. النهاردة لما بنتكلم على قيمة تسويقية في آسيا مثلا، فهنلاقي إنه فريق العين الإماراتي قيمته التسويقية تقريبا حوالي 34 مليون يورو في نفس المشوار وفي نفس السنة اللي بيستطيع فيها العين الإماراتي إنه يقصي اثنين من أكبر أندية آسيا ومن أكبر أندية السعودية. وما أدراك ما هي الأندية السعودية من حيث الإمكانات، نتكلم على الهلال السعودي وبنتكلم على النصر السعودي، فرقتين مدججين بالنجوم قيمتهم الإجمالية تسويقيا تصل لحوالي 400 مليون يورو، 220 للهلال و200 أو 147 للنصر. فريق العين قدر انه يغسل الفرقتين دول في مشواره لدوري في دوري الابطال. نفس السيناريو ده يمكن اتكرر بشكل كبير جدا هنا في افريقيا، وفي الوقت اللي كانت بتصب فيه كل الترشيحات لصالح سان داونز للتاهل للمباراه النهائيه، والفوارق من ناحيه القيمه التسويقيه بين سان داونز في السنوات الاخيره وبين الترجي او بين الكره الافريقيه عموما يعني في حته تانية. تقريبا النادي الوحيد اللي بينافس سان داونز في الحته دي هو النادي الاهلي، واللي كان متفوق عليه في المواسم الاخيره، وقدر اعتقد سان داونز انه يتجاوز القيمه التسويقيه النادي الاهلي نتيجه الصفقات اللي ابرمها الاخيره ويصبح في المرتبه الاولى. فالقصه مش قصه امكانات، القصه ابدا مش قصه امكانات، والقصه في الاول والاخير مش قصه حقوق رعايه، والقصه في الاول والاخير مش مجامله اتحاد كوره ولا مجامله تحكيم ولا مجامله كاف ولا مجامله فيفا. انا افهم ان النجاح اللي ممكن يجي نتيجه صدفه او مجامله يحصل مره او اتنين،
لكن ما يحصلش. الفريق بيوصل في آخر 8 نسخ، في آخر 8 نسخ لدوري الأبطال لسبعة نهائي. أفهم إنه ممكن يحصل على المستوى المحلي، لكن إذا حصل على المستوى المحلي ممكن يحصل على المستوى الأفريقي، وإذا حصل على المستوى الأفريقي هل ممكن يحصل على المستوى الدولي، وإذا حصل مرة هل ممكن يتكرر 2 و3 و4؟ القصة مش كده خالص. خليني أروح لنجم الترجي التونسي كابتن خالد بن يحيى، ضيفنا النهاردة من خلال طبعا اتصال التليفوني أو الهاتفي، والمدير الفني السابق طبعا لنادي الترجي، هو ضيفي دلوقتي في السادسة. أبارك له بداية طبعا على تأهل الترجي. إحنا فرحنا الحقيقة، مش فرحنا لإقصاء سان داونز بقد ما فرحنا لتأهل الأشقاء، وقد ما فرحنا وافتقدنا الديربي الشمال إفريقي، الديربي القائم الحقيقة، ويمكن أكثر ديربيات إفريقيا حماسا الأهلي والترجي إن شاء الله في نهائي إفريقيا المنتظر يوم 18. كابتن خالد مساء الخير وأهلا بيك. أهلا وسهلا، مرحبا، شرفتوني. أهلا بيك. تحياتي ليكم وتحياتي لكل متابعي القناة، وإن تكون مداخله نساعده فيها ونوضح فيها عدد النقاط. طبعا طبعا احنا سعداء طبعا بتاهل الترجي، نهائي افتقدناه من يمكن ايه نقول 5 6 سنين، سواء وان كنا تقابلنا طبعا الاهلي والترجي في ادوار قبل النهائي في السنوات الاخيره، لكن خليني ابارك لك في الاول مش بس على التاهل، على المستوى اللي نجح فيه الترجي بالعوده لصورته اللي جماهير كاف افريقيا تعلمها تماما، نجاح ميجيل كاردوزو لاعاده الهيبه للترجي مره ثانيه، ونجاحكم في تحقيق فوز على خصم وغريم قوي جدا ومنافس قوي جدا في السنوات الاخيره في افريقيا وهو سان داونز. خليفه نبدأ نحيي ونشكر نادي الاهلي على الانجازات اللي قام بها ويقوم بها في الكره المصريه والكره العربيه، وهذا انجاز الكره العربيه قبل الكره المصريه. انا دائما نحكي في الانترفيو نقول اللي راهو الاهلي والترجي والمولديه والوليدات لابد وان نكونوا في تنافس ايجابي ونحسن كرتنا، وهذا معناه يخلينا في مستوى عالي. معناها الترجي من شيره والاهلي من شيره، كل عام ما بين الربع النهائي النصف النهائي في النهائي، هذا يكون انجاز كبير وانجاز عظيم، ولا بد من تدعيم ولا بد معناها من نكمل في الانجازات هذه. وهذا ما نبنيش نغفل على سياسات الهيئات المديره نتاع الفريقين اللي قاعدين مش بالسهل بكل الاشكاليات، مثل الاهلي كنت نسمع فيك تعدد في 8 سنين الاخيره معناها 7 مرات تقريبا الاهلي في الدور النهائي، صحيح ما بينش نهائي وربع نهائي ونهائي، وانجازات عظيمه. لابد وان نشكر معناها الهيئات المديره على الانجازات وعلى التفكير وعلى الاستراتيجيه اللي حط فيها. هذا النجاح ماشي صدفه، النجاح يجي بالعمل وبالخدمه وبالتعب وبالشقاء وببعد النظر، وهذا معناه لابد ان نشكر معناها الفريقين والهيئات المديره تاع الفريقين. وبطبيعه الحال نشكر الجماهير اللي قاعده تكبر وقاعده معناها تزيد في المساحه وفي العدد في الاهلي وفي الترجي الفرنسي. شكرا، شهادة اعتز بيها. عايز اسمع رايك في المختلف بقى، يعني في مشوار الترجي مش بس في مباراه الدور قبل النهائي، مش مواجهه سان داونز والفوز عليه نجاح، وده انجاز كبير طبعا انك انت تكسب فريق زي سان داونز ذهابا وايابا، لكن عايز اخد رايك في مشوار الترجي اجمالا في البطوله. ايه اللي اختلف السنه دي في نسخه الترجي؟ هل بترى انه الصفقات ساهمت؟ هل بترى انه تواجد ميجال كاردوزو؟ هل هي عوده الروح؟ هل اكتشاف عناصر شابه؟ يعني من وجهه نظرك ايه المختلف وايه اللي ادى بالترجي لانه ينجح في مشواره في منافسات الشامبيونز ليج النسخه الحاليه؟ هو الكل معناها الكل مستركب، مش صدفه معناها كاردوزو لقى معناها فريق مترشح للادوار المتقدمه في معين شعبان وفرق ثابت، خلاه الفريق معناها في لعبوا الادوار التمهيديه ولعبوا معناها في المقابلات الاولى وفازوا. معناها الترجي متهيأ للنتائج الايجابيه. بعد كاردوزو اللي حل كاردوزو بالترجي التونسي، صحيح اللي معناها النتائج بتاعه كانت ممتازه وممتازه جدا، وخاصه الفوز الباهر في ايطاليا. هذا انجاز معناها انا ما قلتش انجاز، يعني انجاز الترجي التونسي متعود
توصل للنهائيات والربع النهائي والنصف النهائي، ولكن رسموا انقذوا الانتدابات اللي قام فيهم رئيس الجمعيه والهيئه المديره نتاع الاهلي، كانت انتدابات الحق قايمه، لاعب رودريكو وسط الميدان الدفاعي اللي خذاها، معناها تو الاداء نتاع الفريق بطبيعه الحال يعني كابتن خالد معانا لسه الاتصال؟ طيب هو الاتصال اتقطع الحقيقه، يمكن حوالي 3 اسابيع زي ما اتكلمت مع حضراتكم، الفرقتين طبعا عينيهم على اللقاء، وان كان الاهلي عنده مجموعه من اللقاءات المحليه. لسه كنت هتكلم مع كابتن خالد على ارتباطات الترجي في الفتره اللي جايه، هل في برنامج استعداد خاص للقاء، وخصوصا طبعا انه لقاء الذهاب هيكون عندهم، وبالتالي من وجهه نظرهم هو اللقاء الاهم، هو اللقاء الفرصه، هو اللقاء اللي ممكن يقطع فيه الترجي من وجهة نظرهم شوط كبير في الوصول للقب. بالنسبة لهم هي الجولة الأهم، جولة مهمة جدا بالنسبة لنا، ونقدر بإذن الله بالنسبة من وجهة نظر الأهلي إن احنا نحسم البطولة، نحسم اللقب إلى حد كبير في حال حققنا نتيجة إيجابية، وأقصد بإيجابية هي الفوز، الفوز على الترجي في رادس، الفوز على الترجي في تونس، يأهل أو يرفع من حظوظ الأهلي ويأكد بشكل كبير جدا من قدرته على التتويج باللقب للمرة الـ12 في تاريخه. لكن في النهاية اللقاءين لن يكونوا بالسيناريو المتوقع، ولن يكون باللقاء السهل. المواجهة بين الأهلي، ورغم أنه الأهلي فاز ذهابا وإيابا على الترجي في آخر 4 لقاءات، كانت المناسبة الأدوار أو الدور قبل النهائي في بطولة تشامبيونز ليج أفريقيا، فزنا عليهم مرة في النسخة الأخيرة في الدور قبل النهائي ذهابا وايابا، ومره ثانيه في نسخه ما قبل الاخيره اللي هي كانت اعتقد توج فيها الاهلي باللقب على حساب كايزر تشيفز، او النسخه اللي خسر فيها الاهلي اللقب قدام الوداد، المباراه اللي اتلعبت او النهائي اللي اتلعب من مواجهه واحده. لكن في النهايه اخر 4 لقاءات كانوا لصالح النادي الاهلي سواء في القاهره او في تونس. كابتن خالد بن يحيى يرجع لنا مره ثانيه، كنت عايز اسال حضرتك ازاي بتشوف، واحنا بيفصلنا عن لقاء الذهاب في تونس حوالي 3 اسابيع، مراحل استعداد لفريق الترجي، هل مرتبطين؟ هل عندكم ارتباطات في المسابقات المحليه؟ هل هيكون في برنامج خاص؟ ايه الدعم اللي ممكن يتلقاه الترجي التونسي من اتحاد الكره التونسي؟ هو لابد معناها يكون في معناها في البطوله التونسيه معناها تكمل الترجي المشوار نتاعها وهي في المرتبه الاولى. بطبيعة الحال أنا ما نتصورش الجامعة التونسية معناها باش تعمل معناها حواف، أنا أعتقد اللي لابد أن نكون وإحنا عندنا من الخبرة والحنكة في مثل المباريات. أنا نعتقد معناها عادي، لكن بطبيعة الحال هو الفن في تونس هو عرس، عرس كروي طبعا طبعا ما فيش شك. تسمح لي اسالك، انا يمكن الصوت مش واصل لي في الاستوديو بوضوح، بس عايز اسالك على ازاي كانت توقعاتك لمواجهه الترجي وسان داونز في بريتوريا؟ يعني انت خرجت من تونس كسبان 1-0، فرقتك سافرت وهي بتقابل واحد من اصعب الفرق الافريقيه على ملعبها. اعتقد سان داونز ما خسرتش في اخر 8 سنين يمكن غير مواجهه وحيده على ملعبه في بريتوريا. كانت توقعاتك ايه للمباراه؟ السيناريو اللي رسمته، وهل توقعت انه الترجي قادر على العوده من بريتوريا بتحقيق فوز على سان داونز قبل المباراه؟ هو صعب، احنا في دائما انا اقول اللي في رق اللي تتعدى من الربع النهائي والنصف النهائي ما فماش معناها التكهنات تكون صعيبه، الفرق الكل يكونوا في مستوى تقريبا متقارب. بطبيعة أنا يقول لي حتى كي يشوفوا تاريخ ترجي التونسي مع نادي سان داونز ولا مع أورلاندو بيرات، النتائج نتاعنا تكون معناها متقاربة ولا إيجابية. اللي لعب بها المدرب ضايقت كثير الفريق معناها سان داونز، سان داونز معناها الكل متخصص في اللعب القصير والتمريرات حركات نتاع اللاعبين في ظهور في ظهر المدير كل الترجي معناها الترجي التونسي
قصة الإمدادات ما خلاوش وسط الميدان يشوفوا يتركزوا على اللاعبين معناها نتاع الهجوم، قصوا لهم الإمدادات كانت معناها احنا نقولوا باللغة الفرنسية وقصوا الكرة والانترسيت معناها لبنان ما خلوش الكرة تتعدى، وهذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية ما خلاوش الفريق التونسي التونسي، وأنا نقدم هذه الكل معناها توصيات وخدمة المدرب اللي حتى لا نجموا يلعبوا قدام الدفاع نتاعنا، لا نجموا يلعبوا في ظهر الدفاع نتاعنا. هذا الكل خلى مشكل كبير معناها الترجي التونسي، ضيق المساحات في 30 متر نتاعنا، ضيقهم بصفة كبيرة وبصفة مدروسة، اللي خلى الفريق صن داونز يقرب ل 30 متر تاع الترجي التونسي، لكن المشاكل تقرب له لا يلقى مساحات لا فيما بين الخطوط والا في ظهر الخطوط، ما عادش كان لازم بصفه واضحه في هذا. فنيا يا كابتن خالد، هل بتشوف انه الطريقه اللي لجأ ليها كاردوزو قدام سان داونز هي الطريقه الامثل لمواجهه الاهلي المصري، علما انه الاهلي بيخوض طبعا النهائي الخامس على التوالي، الاهلي هو الاكثر تتويجا باللقب، الاكثر خبره، هل بتشوف انه سيناريو مواجهه ترجي سان داونز هو السيناريو الامثل لكاردوزو في مواجهه الاهلي في لقاء رادس وفي لقاء القاهره؟ ألو. كابتن خالد، أعيد السؤال مرة ثانية. تسمع فيا؟ لا أسمع، على حسة أسمع سؤالك. أنت تسمع فيا الحين؟ أنا بسمع، أنا سامعك كابتن خالد. شوف المقابلات يختلفوا على بعض. فريق سان داونز كيفاش معناها يقوم بالهجمات نتاعه أو معناها الخطة الدفاعية ولا الهجومية نتاعه، كل فرق في الأهلي الاهلي معناها قوه اخرى، فكر اخر، تجربه اخرى، قدره اخرى، معناها لابد ان الفريق نتاعنا اولا معناها احنا مشكورين احنا والاهلي اللي فزنا في الدور نصف النهائي، ولكن توا هذا النهائي معناها كما نقولوا في تونس وفي مصر نعرفوا معناها قدراتنا وقوه معناها والقوه نتاعنا والضعف نتاعنا. انا نتصور اللي ما فما حتى علاقه ما بين سان داونز والاهلي، كل سان داونز فريق نادي الاهلي فريق عنده امكانيات كبيره، انا شفته في الثلاث سنين الاخيرات هذوما مع المدرب اللي مع المجيد الحالي، فما تحسن في امتلاك الكره، في سرعه تنقل الكره دفاعيا عنده معناها تحسن، ولا يلعب نادي الاهلي مثلا ينجم يلعب الهجمات المرتده بصفه معناها كبيره، وينجم يعمل الهجمات المركبه زاده وتحسن فيها برشا. انا نعتقد اللي لابد ومن جهتين، انا مش نحكي على الاهلي التونسي خاطر انا رقيب للفكر العربي واحد اكثر من معناها نكون محدد في هذا ولا في هذا. في النهايه كابتن خالد يبقى دائما تقريبا يعني اعتقد انه ما حدش كتير ممكن يختلف معايا في الكلام ده، انه كلاسيكو افريقي هو الاهلي والترجي، نتمنى ان شاء الله اللقاء يعبر عن عظمه الفرقتين وعن تفوق كره شمال افريقيا في السنوات الاخيره وعن امكانيات الاهلي والترجي الحقيقه يمكن أهلتهم للفوز بتذكرتي المباراة النهائية. بشكرك شكرا جزيلا، كلامنا هيكتر عن الترجي الفترة اللي جاية، لكن عندنا كلام مهم كمان في حلقتنا النهاردة مع كابتن نجمنا النهاردة كابتن أحمد عادل اللي بيشرفنا. طبعا بشكر كابتن خالد بن يحيى نجم الترجي ومدير فني الترجي السابق، وكلامنا هيطول عن الترجي في الفترة اللي جاية، نحاول نقدم لحضراتكم بروفايل الترجي اللي احنا يمكن ما كناش متابعينه لأنه ما كناش متوقعين الحقيقة، وده نتيجة طبيعية يعني بعتقد انه نتائج الترجي في السنوات الاخيرة ما كانتش ترشحه لانه يوصل مباراة نهائية، لكنه نجح واستعاد جزء كبير جدا من قدراته وشكله وامكانياته. هنقدم لحضراتكم بروفايلات لعيبته، ميجيل كاردوزو المدير الفني، نتائجه في مشواره في بطولة دوري الابطال، طريقة لعبه، مفاتيح اهم مفاتيح اللعب، اهم نقاط، كل ده هيكون معانا في السادسة في الايام اللي جاية. خلينا بس نركز الفترة دي على ماتشاتنا في الدوري، عندنا 12 بونت باذن الله ياخدونا وينقلونا نقلة تانية، واهمهم واولهم مباراة الاسماعيلي اللي جاية يوم الاربعاء اللي جاي، كل ده هيكون
على يعني حوار ممتد مع نجمنا كابتن احمد عادل في السادسه، بس اسمحوا لنا فاصل ونستقبل بعديه كابتن احمد في الاستوديو. احنا بعيد قوي عن الارقام دي يا ابو حميد. يعني لسه والله يعني قبل ما ارحب بيك بصراحه يعني انا تهت مع الارقام وسرحت كده. ارقام كبيره يعني. الارقام كبيره قوي صح، احنا بعيد جدا جدا مع ان احنا يعني لما تيجي تبص على افريقيا، مش بتكلم بس على مصر، رغم انه مصر تمتلك، مش عايز اقول اقوى، لكن اقول واحد من اقوى الدوريات العربيه والافريقيه، وابقى كده بظلم كمان الانديه المصريه، لكن الحقيقه بتتكلم على شعبيه وجماهيريه طاغيه، تتكلم على ملاعب وامكانيات وبنيه تحتيه ما نقلش بصراحه، على الاقل عن امريكا الجنوبيه، مش هقول لك اوروبا، لكن ما نقلش عن، تتكلم على مواهب ولاعيبه كوره، انت الحقيقه يعني افريقيا كلها والاهلي بشكل خاص على المستوى العالمي نتائجه مع معظم ابطال العالم زي ما الفرنسويين بيقولوا تات تات راس براس. ايه اللي ناقصنا عشان يعني يبقى في جاب كبيره كده؟ معلش انا تعبت معاك بسؤال صعب، بس حظك جه كده يعني. لا لا اكيد مفيش شك، طبعا ببقى سعيد. انا منور الدنيا يا احمد، واهلا بيك ومبروك طبعا التاهل النهائي. الحمد لله الحمد لله. طبعا ده يعني يمكن انا شايف في اخر سنتين ثلاثه يمكن الدوله المصريه متوجهه بشكل كبير جدا للرياضه، وده يمكن البنيه التحتيه اللي على مستوى الرياضه في مصر يمكن بقى لها سنتين او ثلاث سنين اعتقد ان هي ماشيه بخطى ثابته، وده ظهر اكبر في استاد العاصمه بصراحه. أيوة. ان انت تبقى عندك استاد ضخم شبه ده مع اللي بي بي بيدي الصوره بشكل كبير جدا واللي مشرف مصر دايما هو النادي الاهلي. طبعا دايما ارقامنا ممكن تكاد تكون بعيده عن الدول الثانيه اللي حضرتك اتكلمت فيها، لكن النادي الاهلي دايما هو اللي مشرف مصر، دايما هو اللي في المحافل الدوليه بيبقى موجود، دايما هو المنافس من اكبر الفرق سواء كاس عالم الانديه او على مستوى افريقيا او على مستوى الوطن العربي، والنادي الاهلي دايما حاصد للبطولات ويبقى ند قوي للفرق دي، وده ظهر اكتر من في اكتر من بطوله، وكان طبعا من اهمها اللي بيشارك فيها دايما النادي الاهلي هو كاس عالم الانديه، وتلعب ريال مدريد، تلعب بايرن، تلعب برشلونه، تلعب مانشستر يونايتد، دايما النادي الاهلي في المحافل الدوليه بيبقى موجود اكيد يعني. خليني ابدا بماتش مازيمبي معاك. فوز عريض، وان كان الحقيقه مع الرأفه من وجهه نظري كنت شايف الاهلي يقدر يخرج من الماتش ده بسكور، لكن سيبك من النتيجه لانه النتيجه في النهايه هتترجمها بالتاهل للمباراه النهائيه وده الاهم بالنسبه للجمهور، لكن خليني اكلمك على مستوى الاداء. ازاي شفت اداء النادي الاهلي لمباراته الاخيره مع مازيمبي؟ ايه اللي عجبك؟ ايه النقاط الايجابيه اللي تقدر تبني عليها وانت رايح خلاص لمباراتين فاينل في مواجهه الترجي؟ هو انا في المباريات اللي هي اللي بتبقى سيمي فاينل وداخل على الفاينل دي بتتكلم زي ما بنتكلم دايما قبل اي مباراه من دي، بتتكلم على شوطين، هو الشوط الاول هناك مباراه الذهاب والشوط الثاني اللي بيبقى في مصر، ان المباراتين مرتبطين ببعض. اعتقد ان مستر كولر اتعامل بذكاء شديد جدا في المباراه اللي كانت خارج الملعب مع فريق مازيمبي، وخصوصا بتتكلم ان فريق مازيمبي قد يكون بقى له 3 سنين بعيد عن المشهد دوت، لكن فريق قوي عنده انياب. كل الفرق اللي لعبت قدامه على ملعبه اشتكت وعانت يعني طبعا. يعني ما فيش فريق في افريقيا كان قوي، كان صغير، كان حديث العهد، كان صاحب تاريخ، لعب في 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 كونغو قدام مازيمبي ما اشتكاش او ما عانيش الحقيقه. عشان كده انا بقول ان نتيجه التعادل هناك مع مازيمبي دي انا بشوف ان هي كانت نتيجه ايجابيه، دي سهلت عليك حتى المباراه اللي في مصر، لكن ما كنتش برضو تدي الاطمئنان لفريق مازيمبي، لان فريق مازيمبي ارقامه كويسه، فريق مازيمبي عنده انياب هجوميه زي ما بنتكلم عن النادي الاهلي عنده مفاتيح لعب، فريق مازيمبي عنده مفاتيح لعب، فرق من الفرق في افريقيا فرق الرخمه بلغه الكوره كده، ان هي هتصعب عليك ان انت يبقى عندك مساحات ان انت تقدر تلعب عليها، هتقفل عليك من على جنب الملعب، ليها قوه هجوميه بشكل كبير، ارقامها زي ما بقول لحضرتك بتقدر تحرز اهداف صعبه جدا على ملعبها ان انت تقدر تحرز فيها هدف، وده ظهر مع النادي الاهلي. لكن برضو يحسب للخط دفاع النادي الاهلي والطريقه اللي لعب بيها مستر كولر التوازن بين الدفاع والهجوم، قدر الراجل ده اللي انا كنت بتكلم فيه دايما قبل المباراه اللي هناك وقبل المباراه اللي هنا، طول ما انت ما بيجيش فيك اهداف في خصوصا المباريات دي انت ممكن تجيب هدف في اي وقت، وده اللي ظهر ده اللي ظهر عليه فريق النادي الاهلي في مباراه العوده، ان انت خلاص طول ما انت ما بيجيش فيك اهداف وقدرت تدافع بشكل كويس، يمكن بغض النظر عن الهدف واللي اتلغى من لمسه اليد، اعتقد ان بعد الكوره دي بالذات الهدف ده لما جه كان مصدر فرحه لكتير قوي.
في ناس كتير اتكشفت وبانت في لا انا ناس جنبي اتكشفت يعني انا ناس انا مش مصدق بصراحه انا بصراحه جالي حاله ذهول لما انا ببقى قاعد بتفرج وناس كتير قاعده بتتفرج بان ايه الغل ده وايه الفرحه دي ان انت فبديت ابص للناس دي كده ايه اللي هو ايه يعني مش فاهم يعني اي حد قصاد ان الاهلي بيتشجع يعني بس للدرجه بس ده طبيعي هقول لك ليه هو طبيعي ومش طبيعي اللي مش طبيعي انك تشوف نادي مصري وتشوف ولاد بلدك بيلعبوا وشايلين اسم مصر قبل ما يكون شايلين علم ناديهم وتفرح انه حد تاني يكسبه لكن الطبيعي برضو لانه بيني وبينك برضو ما هو حاجه يعني مصدر كبير جدا مصادر الاحباط انه ما يبقاش في حاجه منوره غير الاهلي يعني هو الاهلي على طول اللي بيفوز بالبطولات هو الاهلي على طول اللي بيلعب في كاس العالم هو الاهلي على طول هو اللي بيكسب ابطال القارات هو الاهلي على طول اللي ياخد لقب افريقيا وصاحب الارقام القياسيه مش بس في كره القدم يعني ما تعكننش علينا في كره القدم انت رايح تلعب كاس عالم فولي ورايح تلعب كاس عالم فوتبول ورايح تلعب كاس عالم هاندبول وان شاء الله رايح تلعب كاس فده الى حد ما برضه ضغط 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 لازم الناس الضغط يولد ايه يا ابو حميد الانفجار فلازم لحظه دي ينفجر فيها الناس كلها لا انا اصل انا بحط نفسي في يعني حطيت نفسي في مواقف ما ينفعش انا اقول لحضرتك انا حطيت نفسي في مواقف كتير جدا وكنت براعي شعور لا انت بتراعي يعني شعور لانك انت الفوز بالنسبه لك ما فيهوش حاجه جديده انت الفوز ده بالنسبه لك هو الطبيعي العادي او الاستثناء انك ما تتوجش ما تفوز بلقب ما تفوز في بطوله انت راجل شبعان بطولات لكن اللي بيبقى محروم دايما من البطوله هو دايما اللي بيبقى مستني لحظه الفرحه دي ولما ما بتجيلوش بيبقى مستني لو مش قادر انا افرح على الاقل الغريم التقليدي او المنافس بتاعي هو كمان ما يفرحش فاهم فاهم المنطق ما ينفعش انا مش بكلم حضرتك انا مش بكلم حضرتك في سنه او اتنين او تلاتة براعي شعور الفريق الخصم يعني انا بكلمك في 24 سنه انا مراعي في شعور الجانب الاخر في حتى في رده فعلي أيوة. لكن انا من جوايا طبيعي اي فريق هيمثل مصر اي فريق هيشرف مصر بلغه الكلمه انا اكيد هبقى داعم ليه بشكل كبير وانا هكلمك لو هتكلم جد يعني لو عايزين نتكلم جد كلنا بصراحه يعني ال 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 التطرف ده التعصب ده يمكن يكون عند البعض مبرر ولانه شايف انه ملوش اي تبرير منطقي او موضوعي لكن خطورته الحقيقيه انها بتاثر في اللي جاي بعد يعني انت ان اجلا او عاجلا هتبطل كوره او سنك او حالتك الصحيه ربنا يديكوا يدينا الصحه وطول العمر لكن انت بتورث اللي جاي من بعدك انه اكره الناجح ما تنتميش لابن بلدك بتكرس معاني اعتقد انك لو رجعت نفسك فيها 100 مره هتعيد حساباتك كتير جدا جدا قبل ما تفكر انك تعمل ده حتى لو بشكل علني ما عنديش مانع انه بينك وبين نفسك تبقى كده لكن انك في العلن اعتقد دي فيها مشكله كبيره جدا واعتقد ان دي بتزود من شعبيه النادي الاهلي دي اللي انا بتكلم فيها دايما كتر النجاحات كتر طابع الاستقرار اللي موجود داخل النادي ده بيتنقل الطابع دوت كتر المنافسات ان انت دايما فريق بتسعد جماهيرك اداره بتسعد جماهيرها جهاز فني بيسعد جماهيره وبيتكلم في الاخر ببطوله ده بيزيد من شعبيتك اكيد هقول لك حاجه بصراحه انا اتمنى انه جماهيريه الانديه في مصر تبقى اضعاف مضاعفه يعني انا طبعا بحكم ان انا بحب وبشجع النادي الاهلي فرحان بجماهير النادي الاهلي اللي واثق انها ملايين في كل حته في الارض لكن انا نفسي يبقى في ملايين بتشجع المصري وملايين بتشجع الاتحاد وملايين بتشجع الاسماعيلي هم عندهم جماهير ايه بس اقصد اقول انه القاعده الجماهيريه بتاعتهم تنتشر لانه اكتساح الاهلي في ال 20 سنه الاخيره خلى كل اللي طالع مش شايف قدام عينه غير النادي الاهلي هو ده اللي انا اتكلمت والقصه دي في قصه الانتماء والحب في الكوره بالذات في الكوره لا تورث يعني لا تورث ما ينفعش اجبر ولادي على ان هم يطلعوا يشجعوا وهم شايفين الاهلي بياكل الاخضر واليابس وهو شايفين الاهلي بيلعب في كاس عالم وبيكسب وبيحقق مكاسب مع ابطال عالم وبيحقق بطولات افريقيا صعب جدا ان ده يحصل لا كمان انت كنادي انت بترفع من قيمتك التسويقيه يعني بترفع من قيمتك انت ليه كل السبونسرز والاعلانات وكل الشعبيه رايحه على النادي الاهلي يعني ممكن هنقول الشعبيه الكبيره دي راجع او ناتج عن بطولات او تحقيق بطولات كبير جدا مش على مستوى السنه دي ده بنتكلم على مستوى السنين ال 20 سنه الاخيره او على ما قبل الاجيال اللي قدرت تحقق انجازات مع النادي الاهلي فكل ده بيزيد شعبيتك زائد ان انت تكاد تكون النادي الاهلي الوحيد اللي ليه موارد وليه مصروفات يعني
دايما النادي الاهلي خزينته حتى دايما. حتى دي بيتقال فيها كلام طبعا، يعني حتى دي بيتقال لك ايه، هو ليه الدعم راح لنادي الاهلي، هو ليه النادي الاهلي اللي كل الامكانيات متوفره ليه. وسيبك مش هتناقش معاه في انه النجاح هو اللي بيسبب، او النجاح هو السبب الرئيسي في انه الاهلي يتمتع بامكانيات ماديه معقوله. يعني انت لما تيجي تقارن منافسه الاهلي على المستوى العالمي هتلاقي انه النادي الاهلي رغم انجازاته الكبيره جدا الحقيقه دي، لكنه الاقل من حيث القيمه التسويقيه والاقل من حيث الامكانيات الماديه. رغم كده بيقدر يكسب فرق قيمتها التسويقيه اضعاف اضعاف، بتصل في بعض الاوقات ل 10 اضعاف. فرقه اتحاد جده اللي احنا كسبناها قيمتها التسويقيه تقريبا تصل لحوالي 5 اضعاف النادي الاهلي. فريق الهلال السعودي اضعاف اضعاف، مونتري المكسيكي اضعاف اضعاف، سياتل ساوندز. لكن هي قصه مش بالفلوس بس، القصه في سياسه، في منهج اداره، في اسلوب انك انت تحط بجد جوه كل واحد جوه منتمي للكيان الاحساس بانه قادر دايما على تحقيق اللقب والمنافسه. هو كمان راجع للقاعده الجماهيريه اللي عندك، لان انا كسبونسرز وبحسبها طبعًا. انا بحسبها عن نفسي زي ما هنتكلم كده، لو بتتكلم في دوري انجليزي اللي هو اقوى دوري في العالم، باعلى قيمه تسويقيه او اعلى نادي يقدر ان هو يحقق موارد او دخل او سبونسرز او اعلانات هو مش مانشستر سيتي، هو مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد ودايما ما بياخدش ولا دوري ولا بيشارك في دوري ابطال اوروبا ولا، لكن هو الاعلى لانه اكثر شعبيه. فدايما لو انا صاحب منتج معين مثلا اكيد هروح للنادي الاهلي، النادي الاهلي دايما بيلعب في بطولات عالميه، بيلعب دايما في بطوله افريقيا، دايما بيقدر يحرز البطوله، دايما البانر بتاعه دايما جماهيره طبعًا. بتساند رعاته يعني طبعًا. جمهور الاهلي انا بعرف والله بكلمك ناس كتير جدا ما تيجي تشتري منتج مثلا يبقى قدامها منتجات كتير جدا، بكلمك على مستوى المنتجات الصغيره جدا وعلى مستوى المنتجات الكبيره جدا، بتروح على ده ليه ده؟ عشان ده راعي النادي الاهلي طبعًا. ده جزء كبير جدا، شريحه عريضه من جماهير النادي الاهلي فكرها يقول لك ده الطريقه اللي انا ساند بيها النادي بتاعي. ده 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 هنقول ده شك مثلا من جزء الموارد اللي بتخش للنادي الاهلي. يعني عندك على الجانب الاخر اي بطوله بتقدر تشارك فيها، وخصوصا على ما اتذكر ان انت لما حققت العلامه الكامله خدت 5 بطولات على مدار الموسم دخل لك 15 مليون دولار. ان انت تخش لك خزينه النادي، ما فيش نادي في مصر بيخش له الكم، دايما الانديه في مصر بتصرف وما فيش عائد. دايما نادي اي نادي حتى سواء الانديه الخاصه او الانديه الجمعيه العموميه او الانديه الشركات اعتقد ان هم بيصرفوا مصاريف كبير، بيصرفوا مصاريف كبيره جدا، لكن ما فيش العائد اللي بيعوض ده. لكن انا شايف كل الانجازات دي بتزود من قاعده الجماهيريه للنادي الاهلي على مدار ال 20 سنه ولسه كده. ولسه ان شاء الله اللي جاي دايما احلى. تؤمن بالاستنساخ في كره القدم؟ لا ما تؤمنش. طب انا هوريك لقطه كده وقول لي بعدها اذا كنت هتؤمن ولا هتفضل على رايك ولا هتغير من موقفك. تعالوا نشوف اللقطه دي مع حضراتكم. هي حاجه مش بعيده قوي، يعني هي حاجه حصلت من قريب بالنسبه لنا احنا، لكنها حصلت من بعيد بالنسبه للقطه اللي انتوا هتشوفوها. قارنوها وشوفوها مشهد بمشهد، ثانيه بثانيه، فريم بفريم، وقولوا لي لو ممكن تكون بتفكركم بحاجه حصلت عندنا هنا قريب ولا لا. تعالوا نشوف معاكم. غيرت رايك ولا ثابت؟ غيرت. تعال نشوفها بالبطيء بقى، تعال نشوف بطيء وحقيقي. هل متمرنين عليها؟ هل شايفينها ومتفقين عليها؟ ما عنديش شك انه الاجابه لا قطعا طبعا، لكن سبحان الله ناس كتير جدا شافت اللقطه دي وشافت هدف الاهلي الثاني في مباراه مازيمبي. تعال نشوف اللقطه. امام عاشور بيستلم الكره، امام عاشور بيستلم الكره، مش عارف طبعا مش شايف الكادر ده مين، دي نيلسون لانه لاعب هو بالظبط بياخدها المعلول اللي هو بيتقمص دوره هنا ريفالدو، ثم الكروس من نفس المكان بنفس الطريقه ونفس القوه والارتفاع لاسامه ابو علي اللي بيسجل الهدف الثاني. مازيمبي صحيح ولا ايه؟ صراحه صح، غريبه جدا نفس صح؟ نفس الهدف. نفس الهدف طبعا. هدف صعب. طبعا رونالدو نازاريو، رونالدو الاصل والتاني الصوره. رونالدو واحد من اعظم ان لم يكن من وجهه نظري اعظم نمره 9 جت في تاريخ كره القدم. حط طبعا وكان واحد من اساطير البرازيل طبعا وريال مدريد والانتر والبارسا، نجم كبير جدا اكيد. على الجانب الاخر انا بشيد بعلي معلول بصراحه. بتشيد يعني بعلي معلول طبعا بشيد بعلي معلول هو مستهدف علي الفتره الاخيره شويه، يعني الضغط عليه كبير واستهدافه معنويا كبير جدا. كبر، مش قادر يجيب مستواه، مش هو علي معلول اللي احنا نعرفه، مش هو. على الرغم من الانفعاليه والتاثير علي، يعني الماتش ده بالذات
انت بتتكلم على اسيست منعم واسيست وسام الاصعب طبعا واللي بيترجم قدرات علي معلول بشكل كبير جدا. ودي اللي انا بقول عليها يمكن ربنا كافئه، يمكن ربنا كافئه لان هو كان مؤدي بشكل كويس ودفاعيا كمان في الماتش ده كان هايل. ده اللي كنا حتى برضو بنتكلم فيه ان انت دايما الجانب بتاع او المركز بتاع فريق مازيمبي او القوه الهجوميه بتبقى من ناحيه علي معلول، وده بيحسب لعلي ان هو في المباراه الاولانيه دافع بشكل كويس. وده برضو تلاقي كان ناس كتير بتتكلم عن علي عنده النزعه الهجوميه. علي ما وراه بيبقى فاضي، لكن هو قدر يتعامل بذكاء شديد جدا، بوزع مجهوده بشكل كويس على مدار 90 دقيقه، راجع للخبرات الكبيره سواء الدوليه او المحليه اللي عند علي، وده اللي بيفرق معاه بشكل كبير. زائد ان زي ما بقول ان ربنا كلل مجهود اكرم توفيق بالهدف، لان اكرم من هو ربنا ما دخلش على حد بكرمه في الماتش ده. يعني امام نزل في 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 حته قد كده من المباراه وجاي من غياب طويل، عمل اسيستين او بري اسيست واسيست ولا اروع. الاسيست بتاع اكرم توفيق، الملعب كله بما فيهم مازيمبي والجمهور اترقص، يعني الوحيد اللي ما اترقصش في الكره دي هو اكرم. والبري اسيست بتاع علي معلول برده يعني لمستين بجونين. اللي فرق كمان حتى مع اداء النادي الاهلي الهدف الاولاني. الهدف الاولاني خلى فريق مازيمبي طبعا فرق بشكل كبير. حتى حتته دي لعبته دي القطعه القريبه دي اللي دايما بنستناه من عبد المنعم، مهاجم طبعا جواه حتى انت عارف ان هو مهاجم اصلا. تحويله الراس لا ماشي، لا منعم ابتدي مهاجم في الناشئين في الناشئين. لا بس سيرد باك طبعا ما شاء الله يعني حاجه. هو سيرد باك ما فيش عليه غبار، بس عنده حته اللي هي عارف قلبك بينزل دي ويطلع تاني ليه يا منع ليه يا منع. لكن طبعا هو لا لا انا بشوف منعم بنسبه 95% مركز على نفسه بشكل كويس. وارد ان هو يبقى الفتره الاخيره في ضغط مباريات شديد جدا من سواء مع منتخب مصر او مع النادي الاهلي، خصوصا على رامي وعلى عبد المنعم. والاثنين فورمه الحقيقه بصراحه شايلين شيله تقيله قوي. لما بيبقوا في حالتهم بيفرقوا مع اداء النادي الاهلي، وده دايما اللي بنتكلم فيه دايما ان انت النادي الاهلي من اقوى خطوطه وخط الدفاع بحراسه المرمى طبعا ربنا يرجعه بالسلامه الشناوي، وبشيد طبعا بمصطفى شوبير طبعا. لا الراجل المناسب في المكان المناسب. انت مصطفى ما شاء الله بيثبت مباراه بعد مباراه ان هو جدير ان هو يحرس مرمى النادي الاهلي ومش بعيد عليه منتخب بصراحه مصر. بصراحه نسبه كبيره، مش عايز احدد يعني، بس نسبه كبيره ما كاتش كانت شايفه شوبير يقدر يعني يشيل غياب الشناوي، لكن ما كاتش متوقعه الفورمه دي. يعني شوبير فاجئ نفسه وفاجئ جماهير النادي الاهلي كلها. ممكن انا عشان مركز بشكل كبير مع اي لاعب في شخصيته. ايوه مش بركز في مستواه الفني داخل الملعب، لكن مع شخصيه زي مصطفى شوبير كنت متوقع له ان هو ممكن يوصل وهيوصل لابعد من كده كمان. طبعا يعني صغير 24 سنه. انا اتوقع عشان كابتن شوبير ما يزعلش مني اتوقع ان هو هيعدي كابتن شوبير. هيعدي كابتن شوبير. لا لا ما يزعلش شوبير، اعتقد شوبير الكبير يفرح لحاجه كده. فانا بقول لكابتن شوبير يعني افرح ان انت باباه، مش هو يفرح ان هو ابنك يعني. حقيقي. فلا ما شاء الله يعني حتى كمان لما اي حد بيطلع بيشكر في مصطفى شوبير بيديله مسؤوليه اكبر. مش بيديله غرور ولا تعالي ولا حتى هبوط في المستوى. فاعتقد ان شخصيه زي مصطفى شوبير والحمد لله كمان يعني هو الشناوي بيتدرب ومفروض هينزل تدريب جماعي اعتقد يوم بكره، اعتقد هيشارك بكره في تمرينه الاهلي الجماعيه. فوجود الاثنين مع بعض قبل مباراه الترجي وقبل ضغط ماتشات، انت داخل على ضغط مباريات ناريه يعني الحقيقه في الفتره اللي جايه. انا اتمنى ان الناس بس تهدى شويه. يعني اتمنى الناس تهدى شويه لان اللي في صالح الفرقه هو اكيد اللي الجهاز الفني هيعمله، ده اللي انا باكد عليه. فالناس تهدى شويه. هو اللي بياكدوا لي انه كمان الشناوي بيشارك في تدريبات الجماعيه بقاله اسبوع تقريبا. هو مشارك من قبل مباراه مازيمبي العوده. هو مشارك، ده اللي انا عرفت يعني ان الشناوي من قبل مباراه مازيمبي بتاعه العوده هو كان مش عارف لعب امبارح، كان في تراي ماتش هل شارك فيه؟ لو عندنا بس معلومه تاكدوا لنا فيها الشناوي شارك في التراي ماتش امبارح. كان في تقسيمه او مباراه 30 30 بين البودلة واللعيبة اللي نزلت كبودلة في المباراة بتاعت مازيمبي واللعيبة اللي مشاركتش، واللاعبين اللي راجعين من الإصابة شارك فيها مروان عطية، شارك فيها أليو ديانج ومجموعة من اللعيبة الشباب عشان يعني يبقوا رجليهم في الملعب. يعني يمكن في مكاسب، أنا بشوف إن هي مكاسب غير المكسب بتاعك وإن أنت تتأهل الفاينل، هي عودة إمام. يعني عودة إمام بنتكلم في مكاسب، عودة الشناوي للتدريبات، عودة حسين الشحات
للتدريبات. اعتقد ان ياسر ابراهيم بدا برضو يخش ان ياسر شاء الله. كان عندنا تاكيدات من دكتور احمد جاب الله انه بعد ماتش مازيمبي اللي هو اتلعب ده ياسر هيخش تدريبات جماعيه برضو. كل ده بيصب في مصلحه الفريق. تقريبا السكواد بتاعك الحمد لله لاول مره من فتره طويله خالي زيرو اصابات. هو ده اللي انا بتمناه، ان انت دايما سكواد النادي الاهلي لما يعني كانت عوده رضا سليم برضو ايجابيه. أيوة. مشاركه عبد القادر في المباراتين اعتقد ان هو ادى بشكل كبير. سيبك من ادى بشكل كبير، شايفه اتطور؟ شايف اداء عبد القادر في اخر ثلاث ماتشات تحديدا، شايف عبد القادر في جديد؟ يعني احنا عارفين عبد القادر كواليتي حلو، لكن شايف تطور في طريقه لعبه او في حاجات؟ انا كان اعتابي على عبد القادر ان العقليه وكيفيه التعامل مع الاستمراريه، لان ده اللي هيديك افضليه حتى على مستوى ان الراجل يبقى واثق فيه بشكل دائم. ايوه. وهيديك منافسه مع الناس اللي بتلعب معاها. المنافسه بقت نار في طبعًا. الخط النص وخط الهجوم. الخط الامامي انت كل اللعيبه عندك فورمه، كل اللعيبه حتى اللي ما كانش بيشارك، اللعيبه اللي شاركت في مباراه مازيمبي هناك وانت مش مشارك منك ثلاث او اربع لعيبه من العناصر الاساسيه ادوا بشكل كويس جدا. عشان كده كان من اهمهم كان عبد القادر شارك في ماتش العوده. فاعتقد عوده بيرسيتاو كانت ولا اروع. طب يعني هرجع للاستنساخ عشان ادي وسام برضو حقه بصراحه، انه جول صعب جدا، يعني جول بستايل عالمي ما بيجيبوش غير مهاجمين. طبعا لسه احنا بنقول انه دي مقدمات لقصه نجاح لوسام. وسام طبعا مستنيين منه كتير، ونتمنى انه يحافظ على نفسه ويقدر يفهم تركيبه الاهلي وجمهوره وطبيعه المنافسه. انت بتخش بتلعب 70 مباراه في الموسم، بتنافس على كل المستويات، بتلعب على كل الالقاب، كل مباراه ما بتقبلش الاسم على اثنين. فنتمنى انه ياخد ويكتسب مع الوقت شخصيه النادي الاهلي، لكنه من حيث الامكانيات اعتقد قدم نفسه بشكل كبير للجمهور. لا وسام، انا بقى لي فتره كبيره جدا ما شفتش 9 كده في النادي الاهلي، يعني رقم 9 اللي هو الفرود الصريح اللي هو دايما بيتحرك بشكل عرضي، دايما أيوة. بيتحرك بين الخطوط بشكل كويس، عنده سرعات، سريع، مهاري، بيلعب طبعًا. بيلعب هوا، بيلعب بيقدر يعني أيوة. هو عارف طريق الجون، يعني أيوة. عارف طريق الجون. الجون ده صعب قوي يا احمد، صعب جدا. الجون اللي هو حاطه ده جون صعب جدا، صعب جدا، لان هو كان ورا السيرد باك كمان. أوه. يعني هو خد الجامب من قبل السيرد باك. توقع، محتاج تقدير لسرعه الكوره، للمكان اللي هتوصل فيه، لدقه توجيه، يعني في حاجات كتيره جدا، لياقه، سرعه، محتاج حاجات كتير قوي عشان توصل انك تترجم اللعبه دي لجول. هو ده بيوصل اكتر لحته انسجام، الانسجام اللي وصل بين اطراف الملعب وخط الفرود. ده اللي بيميز النادي الاهلي، سواء علي معلول او محمد هاني، او الناحيه الثانيه ممكن بيرسي تاو وحسين الشحات او عبد القادر او رضا سليم. اعتقد ان حاله الهارموني او الانسجام اللي حصل بين اللعيبه، يعني تكاد تقول مثلا علي بادئ الاوفر من بدري لان كان عنده مساحه ان هو ممكن يمشي، لكن علي عنده دقه في التمرير، عنده دقه في الكروس، زائد اللي ترجم دوت ان هتلاقي الجامب بتاع وسام ابو علي من قبل السرد باك. يعني حتى كله كان فيها اوف سايد او شك ان هو فيها اوف سايد، لكن الجامب اللي هو عامله هو ما خدش خطوه، لو كان خد خطوه بعد السرد باك وكانت ممكن تبقى اوف سايد، لكن هو أيوة. الجامب اللي هو واخده من قبل السرد باك ده اللي هو كان مباغته للسرد باك اساسا، ان هو انت ازاي انت قدامي دلوقتي. برضو دي جزء من حلاوه كروسات علي معلول، كروس معمول من بدري، والسكرو الافيه اللي اتحط فيها خلاها على الرغم منها ممكن تظهر اقرب للمدافع، لكن زاويه يعني توجيهها تخلي ان وسام يبقى اسرع في الوصول ليها. دي الملكه اللي علي معلول ممكن حد من هنا يلعب البالونه، فاهم ازاي؟ طبعا. او يلعب الكره اللي رايحه اكتر ناحيه الجول بحيث انك تخش فيها براسك مثلا كره عاليه، لكن هو لعبها في ارتفاع مناسب جدا، والحقيقه انه عندك راس حربه في الحته دي قدر يترجم الكره دي انه يحطها في الشبكه. هي خبره السنين بتبان في الحاجات دي، يعني خبره السنين، المواقف، التدريب اللي دايما متعود عليه علي معلول، الامكانيات اللي عنده. في حاجات مش شرط المدير الفني يقول لي عليها، أي. بس في حاجات انا بتاعتي انا. فدي بتاعت علي معلول اللي هي الحاجات، هو اكيد المدير الفني مش هيقول له ارفع الكروس كده او حط الكروس في المكان ده. صح. او في الكورنر مثلا. صح. مش هيقول له حط الكروس على العارضه الاولانيه. فدايما دي اللعيبه، لان دايما في مواقف بتاعت مدير فني وطريقه لعب وتخطيط، لكن في حاجات في الملعب، في حاجات بتاعت اللعيبه، في حاجات بتاع اللعيبه ممكن انا يعني اكيد، زي ما شفنا في نهايات كتير جدا علي معلول عبد المنعم. ايوه. زي ما قبل كده على الفتره الجيل بتاعنا كنا نشوف جيلبرتو وفلافيو. مظبوط. فدايما الحاجات دي في التدريبات اكيد بتحصل، زائد ان اللعيبه بتتكلم مع بعض، اللعيبه بتتكلم مع بعض، انا مثلا هوصل لهنا انا هعمل من ثلث الملعب هعمل الكروس. فدي أيوة. دايما كره علي برضو دي يعني اتفقنا انه لو في 9 باكات والتركيه اللي عملها الحقيقه كولر في الحته دي، انه فضل مساحه لعلي وخلال المساحه
علي كان قدامه شارع، 9 باكات شمال تانيين كان ممكن يكملوا بالكره لغايه الخط او يحاولوا يدخلوا بيها منطقه الجزاء، لكن هو خد القرار بمنتهى السهوله. الله ينور عليك، الله ينور عليك. لو هنرجع بكره علي يعني، في مساحه كبيره لحد بوز ال 18 ان هو يمشي، ان هو يمشي. لكن ان علي واثق في قدراته، ان انا عنده دقه في الكروس، ان هو يعملها من المكان ده، دي ملكه علي معلول، زائد اللي ترجم الكروس بصراحه هو اسامه ابو علي. صحيح طبعا. طيب خلينا اروح معاك للي جاي، اللي جاي ماتش اسماعيلي، هاجي معاك للدوري عموما والاسماعيلي بشكل خاص، بس خلينا اسالك الاول عن دايلاميت كولر، لانه الحقيقه ماتشين مازيمبي حطوا كولر في حته صعبه شويه. عندك النهارده سكواد تقريبا شبه كامل، ومش بس كده، مش من ناحيه الجاهزيه لكن من ناحيه الفورمه. يعني بكلمك مثلا على اجنحه الاهلي، هلاقي اقول لك الشحات، عبد القادر، رضا سليم، بيرسي تاو، كلهم مفاتيح لعب مهمه جدا، كلهم واصلين لمستوى عالي جدا، هتقعد مين وتلعب مين؟ خط النص تقريبا نفس القصه، مروان عطيه راجع، اليو ديانج راجع، الاثنين شاركوا في ماتش امبارح، اللي ما شاركش في ماتش امبارح خليني اقول لكم الشناوي، الشناوي ما لعبش تراي ماتش امبارح، لكن بكره هيكون في التمرين الجماعي. عندك اكرم مقدم نجم مباراه مازيمبي في العوده، كوكا. عندك مروان وكوكا طبعا، عندك مروان وديانج، عندك امام والسوليه، فبالتالي المنطقه هنا انت متولي كمان راجع بقى متولي طبعا، بس متولي ممكن اعتقد شويه يعني يرمي شويه على رامي ومنعم في الماتشات بتاعه الدوري، عشان اولا يجهزوا، ثانيا يدي نفس لمنعم وربيعه، متهيألي يعني، الا طبعا لو حب يستخدمه في خط النص اللي هو اساسا مدجج بالاسماء. اكيد كل اللي حضرتك اتكلمت فيه ده هيسبب صداع للراجل، يعني هيسبب صداع، اديله حيره بشكل كبير، واللعيبه كمان طبعا. يعني اكرم مثلا بعد الماتش اللي قدمه ده، لو جيت قعدته في ماتش الاسماعيلي هتاثر عليه نفسيا، صح ولا غلط؟ مروان لو راجع ولقى نفسه بره السكواد، عبد القادر نفس الحكايه، فالشحات لو جاهز وما لقاش نفسه في حته هنا لازم تتلم، هي لازم تتلم، بس دي بترجع لعقليه اللعيبه، يعني عقليه اللعيبه، اوضه اللبس اللي دايما بنتكلم فيها، التعامل كابتن خالد بيبو ليه دور كبير جدا في ان هو يلم ورا الراجل في اي مثلا حاجات بتحصل في اوضه اللبس، اي زعل من اللعيبه يمتص ده يخلصه بدري. لكن انا مطمن بشكل كبير، وارد يا جماعه على فكره، معلش اسمح لك يا كابتن عادل، اسمع رايك في الحته دي، وارد انه يحصل، دي كوره في الاول والاخر، دي كوره، احنا واحنا بنلعب ودي واحنا بنلعب في دوره رمضانيه، الواحد بيزعل انه بيخرج، بيزعل انه بيتعور. هو احنا هنروح بعيد ليه؟ محمد صلاح، محمد صلاح يعني صحيح. ده لسه اكبر مثال، اسطوره الكره المصريه، صحيح. انا بشوف اسطوره الكره العالميه، فوارد يعني بتحصل، طبيعي طبيعي ان انا ازعل، يعني طبيعي ان انا ازعل ان انا ما العبش، لكن ما اقلبش وشي على زمايلي، ما اقلبش وشي على المدير الفني، دي اللي بيبقى حريص في الاهلي ده، ما بينفعش لا مش موجود، ومش دي اوضه اللبس، دي اوضه اللبس لما بنتكلم على اوضه لبس النادي الاهلي، وبنتكلم على مقاومات البطوله، دي سبب اساسي مقاومات البطوله اللي ما بتاثرش على اوضه اللبس. فاعتقد ان حتى كمان اي لعيب هيشارك او مش هيشارك، اكيد الراجل هيحط انسب تشكيل. طيب تعالى اخدك للدوري ونشوف موقف المنافسه فيه عامله ازاي، ونروح لماتش الاهلي الاسماعيلي يوم الاربعاء، بس بعد الفاصل. على حظك، هما بيبلغوني دلوقتي بانه الزمالك متقدم على دريمز الغني 2-0. لو الاهلي ان شاء الله تمكن من الفوز ببطوله دوري الابطال، تتمنى يقابل مين؟ اتمنى يقابل الزمالك. يقابل الزمالك، ده يبقى نهائي، مش نهائي قرن قوي تاني، بس برضه سوبر هيبقى للتاريخ. اكيد مفيش شك، السوبر. اتفق معاك جدا. اتمنى صراحه. اتفق معاك جدا جدا جدا. طيب خلينا نروح لملف الدوري ونشوف كده. طبعا الاهلي ليه مؤجلات كتيره جدا، والزمالك ايضا بحكم يعني وصولهم للدور قبل النهائي، الاهلي خلاص قطع تذكره النهائي، الزمالك اعتقد نتيجه 2-0 تاهله بشكل كبير بصرف النظر عن ما تبقى من زمن المباراه. لكن تعالوا نشوف في الدوري ايه موقف الاهلي والاسماعيلي قبل مواجهه الاربعاء القادم. طبعا احنا بنتكلم طبعا على انه الاهلي ليه اعتقد 7 مباريات مؤجله في فتره ما قبل النهائي، هيكون عندنا 4 ماتشات يا احمد، عندنا اسماعيلي ان شاء الله، وبعدها الاتحاد، مباراه الاتحاد هي المباراه الوحيده المؤجله من الدور الاول، وانا بفصل بين ماتشات الدور الاول لانها مرتبطه طبعا ببطوله دوري الابطال. بيراميدز الصداره، لعب 16 مباراه، عنده 35 نقطه، زاد
في المركز الثاني. زاد مفاجأة حصان اسود السنه دي طبعا طبعا، ده متوقع من متوقع. اول موسم متوقع من اول موسم. المصري مركز ثالث، الام بي مركز رابع، اتحاد سكندري مركز خامس، اتحاد عامل برضو سيزون كويس، الجونه برضو واحده من مفاجات السيزون ده رغم ان بقاله سنين بيصارع على الهبوط وسنين يمكن هبط فعليا، لكن السنه دي مركز سادس في الدوري 19 مباراه 28 بونت. اعتقد كابتن علاء عبد العال اللي ماسك الفرقه. كابتن علاء عبد العال طلع كمان ما يميزه ان هو بيقدر يلم بنقط، يعني بيقدر يلم نقاط كويس، حريف بنقط. طبعا. وعندنا طبعا طلع الجيش سابع، مودرن فيوتشر ثامن، لغايه دلوقتي طبعا ما ظهرش لا الاهلي ولا الزمالك ولا الاسماعيلي. نروح لبعد كده بقيه المراكز عشان نشوف مركز الاهلي والاسماعيلي والزمالك. تاسع سموحه، عاشر سيراميكا، يظهر الاهلي في المركز ال11 من اصل كام؟ من اصل 11 مباراه. ده معناه ان فاضل لنا كام؟ 23 مباراه، وده يمكن مرتبط بالكلام اللي كنت بقوله انا واحمد في الفاصل، انه اكيد الكل هيلعب. انت عندك ضغطه ماتشات غير طبيعيه الموسم ده. وبعد كده بيجي الاسماعيلي في المركز ال13 والاهلي 12، 11 اهلي 12 زمالك 13 اسماعيلي. بس طبعا الاسماعيلي لعب 19 مباراه، الاهلي لعب 11 مباراه، الاهلي معاه 21 نقطه، الاسماعيلي معاه 19 نقطه. ورغم شوفوا الترتيب والارقام، لكن ده لا يعكس لا اهميه ولا قيمه مباراه هتجمع بين الاهلي والاسماعيلي يوم الاربعاء اللي جاي. ده اللي اتكلمت فيه مع حضرتك حتى في اول الحلقه، ان دايما لازم او من مكاسب المباراه الاخيره ان انت عندك مجموعه من الاصابات قدرت ان انت ترجع تاني. صحيح، وخصوصا مع النادي الاهلي، مع فرقه زي النادي الاهلي بتشارك في اكتر من بطوله، 5 بطولات على مستوى الموسم، زائد ان الراجل بيعمل دايما عمليه الروتيشن، فمحتاج كل اللعيبه. فاعتقد ان ممكن مباراه الاسماعيلي تلاقي برضو لعيبه لسه ممكن تقدر تكون داخله جايه من اصابه، ممكن يبقى ليها دور. الراجل خلاص بيبقى عنده اريحيه بشكل كبير انه يحط انسب تشكيل من مجموعه اللعيبه اللي في السكواد بالكامل. واعتقد ان ده هو ده اللي فارق مع ده النادي الاهلي. في اماكن محسومه النهارده احمد، يعني في ال11 اللي بتبدا بيهم في ناس حطت رجلها، وعشان عشان اللي جنبها يطلعها محتاج يعني مجهود كبير، ولا تقدر تقول ان ال11 النهارده وارد فيهم تباديل وتوافيق؟ هو الراجل بشكل كبير محافظ على قوام اساسي على سبعة، يعني ترجع عمر كمال وتريح هاني في ماتش زي ده، ولا تكمل بهاني، تدي فرصه لعلي معلول انه ياخد نفسه شويه بعد مجهود رهيب في المباراتين بتوع مازيمبي، وتدي مثلا لكريم الدبيس، ولا لا تدخل متولي وترجعه سنه بسنه مكان مثلا ربيعه، ولا تخليه تكمل باكرم؟ وفي حاجات كتيره جدا مش بس مرتبطه بالمردود الفني، لكن مرتبطه كمان بالتجهيز، العناصر اللي كانت بعيده شويه واراحه العناصر اللي ممكن تبقى مجهده. هو انا مش مع الراجل ان هو يغير 4 أو 5 لعيبه في التشكيل. يعني هو مهم جدا يحافظ على القوام الاساسي اللي بيشارك بيه، ان هو بيتكلم في حوالي 7 لعيبه، وتقدر تغير في 3 لعيبه تانيين سواء على جنب الملعب، ممكن عمر مع هاني. عبد القادر خلاص الفتره، انا يعني بشوف ان عبد القادر ياخد الفتره اللي جايه، ان هو كان بقاله كتير بعيد، هتصبر شويه على مروان عطيه، وكوكا مأدي بشكل كويس مع اكرم في نص الملعب مع السوليه، قدرت ان انت يعملوا زي حاله في نص الملعب، وده مش اللي كان معودنا عليه مستر كولر الفتره الاخيره، كان بيلعب مروان وكوكا وممكن قفشه وممكن امام قبل الاصابه. ايوه مظبوط. فانا بشوف ان الراجل مش هيغير كتير في التشكيل، ممكن زي ما حضرتك بتقول يريح علي معلول ويلعب كريم الدبيس، لكن الراجل مش هيغير حتى في قلب الدفاع، هتلاقي رامي وعبد المنعم هم اللي بيشاركوا، مصطفى في حراسه المرمى، كوكا واكرم والسوليه في نص الملعب، بيرسي تاو لسه راجع من الاصابه. ايوه. فهيبقى برده ليه دور في الجبهه اليمنى. ممكن لو عايز تغير عبد القادر ممكن تلعب برضا سليم، هيبقى مستقر بشكل كبير جدا على اسامه ابو علي ان هو يقدر يديله، ان هو لسه راجع من الاصابه. اعتقد ان مستر كولر عنده بدايل كتير جدا، لكن مش مع ان هو يغير كتير في التشكيل، لان لازم يبقى عندك استقرار. وانت بتخوض في الفتره دي 4 ماتشات، هتلعب مع الاسماعيلي، هتلعب مع الاتحاد، هتلعب مع زد، هتلعب مع البلديه. انا متاكد طبعا يعني شئنا ام ابينا انه الدماغ هتبقى مشغوله شويه بماتش الترجي، الخوف من الاصابات لا قدر الله، الخوف من دروب على المستوى الفني، الخوف من خساره تبقى مش في توقيتها معنويا، تاثر معنويا. ازاي تقدر تفصل؟ ازاي تقدر تخرج لعيبتك من ده؟ وازاي تقدر كمان تقنع انه في ظل تألق بعض الاسماء انه عادي ان ممكن النهارده ما بقاش محتاجك، لكن المباراه اللي بعدها ابقى محتاجك او اقدر استفيد منك؟
انا بشوف ان هي دي بتاعت لعيبه اكتر، يعني بتاعت اجتماعات، بتاعت كلام، بتاعت دور كابتن خالد ان هو يقدر يفصل، يقفل الصفحات مع الفرقه بشكل كويس، ثقافه اللعيبه ودماغ اللعيبه، ودي اوضه اللبس اللي احنا بنتكلم فيها دايما، ان هم دايما خساره مكسب، بطوله من بطوله لبطوله، دايما او مهم على لعيبه النادي الاهلي. وده اللي يمكن اثر علينا مباراه الزمالك، ان احنا كنا باصين على مباراه مازيمبي، وخصوصا ده ظهر في تشكيل الراجل امام الزمالك. هنا لازم نتعلم من الدروس دي كويس، ان احنا لازم نقفل صفحاتنا كويس، خلاص قفلنا صفحه المشوار الافريقي ونفتح مشوار الدوري طبعا، لان بطوله الدوري من لازم يوصل للناس كده، ولازم يوصل للجهاز الفني كده. بطوله الدوري مهمه جدا ولا تقل اهميه عن دوري الابطال واي بطوله احنا بنخش فيها، عشان كده مهم جدا على اللعيبه ان هي تركز بشكل كبير جدا في مباراه الاسماعيلي وتنسى صفحه مازيمبي او مكسب مازيمبي. وانا واثق بشكل كبير جدا اللعيبه عندها الملكه دي بالجهاز الفني اكيد. شايف اسماعيلي السيزون ده ازاي؟ انا شايف ان هو على فترات يعني بيأدي بشكل كويس. في اختلاف عن اسماعيلي المواسم اللي فاتت؟ مع الكابتن ايهاب اعتقد ان في استقرار، الاستقرار هو اساس النجاح، ان انت بتستقر على كابتن ايهاب لتاني سنه على التوالي. اعتقد ان ده فارق حتى مع اللعيبه، ان مش كل شويه دايما كانوا ما يلام عليه نادي الاسماعيلي، عدم الاستقرار المالي، عدم الاستقرار المادي، كل شويه بتغير جهاز فني. اعتقد ان استقرار الاداره على كابتن ايهاب في ظل برضو الامكانيات الضعيفه عند نادي الاسماعيلي، لكن مهم جدا تحافظ على مجموعه اللعيبه الموجوده، وفيهم لعيبه كويسه جدا ومبشره يعني. معروف عن الاسماعيلي انه بيقدم دايما افضل، يعني بينسى نتائجه، بينسى ترتيبه، بينسى امكانياته، بينسى كل حاجه وهو بيلعب الاهلي، وبيلعبه بجد كانه ماتش بطوله. هو اي فرقه يعني، اي فرقه يعني بتنسى كل حاجه، بس الاسماعيلي زياده شويه، زياده حبتين. زياده حبتين لا فعلا، هو خد بالك برضو كان في يوم من الايام ديربي يعني، وانا عشان كده واسماعيلي برضو انا كنت بقول انه يعني بص الاسماعيلي بقى له كام سنه بيصارع على انه ينجو من الهبوط صح، بس طبعا كذا موسم. بس انا عايز اقول لك ان جمهور الاهلي بيستنى ماتش الاسماعيلي كل سيزون، يمكن في الاهميه بعد ماتش الاهلي والزمالك. بص اللعب مع الانديه الجماهيريه ليه طعم تاني، طعم تاني خالص. أيوة. غير اهلي ومصري، اهلي واتحاد. أيوة. اهلي واسماعيلي، اهلي وزمالك، دي لا خلاف عليها. يعني لا خلاف عليها، بيبقى ليها طابع خاص. شفت الجمهور في ماتش مازيمبي كان عامل ازاي؟ طبعا يعني حاجة، ايه الحلاوة دي؟ حاجة تفرح. لا يعني لا حاجة تفرح ومسندة. يعني تخيل الجمهور ده في الدوري، في ماتشات الدوري، الدوري ده يبقى عامل ازاي؟ ما انا بيحسب بصراحة للمسؤولين زيادة العدد، يعني زيادة الأعداد والتأمين، وده اللي احنا الكرة دايما للجماهير يعني. طيب. هو اللاعب رقم واحد. سيبك من الكرة والرياضة، يعني الصورة حالة بجد، حالة طبعا تفرح، حالة تقول انه مصر يعني قادرة على كل شيء. لا يعني كمان الموضوع مختلف في الاستاد، يعني الموضوع مختلف جوه الملعب، جوه الاستاد، عشان كده بناشد كل الناس ان هي الجمهور حلو طبعا. الجمهور نفسه يفرق، انا مش بكلمك على الحضور، اي حد ممكن يملا اي استاد، لكن الحاله دي احنا بجد مفتقدينها جدا. والجميل انه عندنا يعني الامكانيات ان احنا نطلع بالصوره دي طول الوقت، نتمنى ان شاء الله نشوفها في كل ماتشات. وده حتى نجاح للدوله المصريه طبعا، والتامين ان انت جماهيرك ترجع المدرجات تاني. اعتقد ده انا هيشجع الساده المسؤولين بزياده عدد الجماهير، ودي يمكن على اخر سنتين ثلاثه فعلا بصراحه يعني المسؤولين عليهم ضغط كبير جدا، تحمل الاعباء الجماهيريه دي. اعتقد ان دايما ماشيين بخطه ثابته. التواجد الجماهيري ده يمكن انا عشته حتى في اكتر من مباراه، 80,000 متفرج و90,000 متفرج. الموضوع بصراحه بيبقى حاله داخل الملعب، وده بيدي دافع كبير جدا للعيب. يمكن النادي الاهلي ممكن يكون مختلف شويه، هو والزمالك ان هم شاركوا في بطولات افريقيا بفي عدد جماهيري كبير جدا، بعكس الانديه الثانيه هتلاقي كل نادي ما لعبش في 2000 3000 متفرج. مظبوط. وعلى مدار 10 سنين، فاعتقد يعني الجيل ده من اللعيبه ما عاش التواجد الجماهيري. بره غير يعني بره في ماتشات اللي بتستضيفها مثلا دول عربيه، يعني في ماتشات اتلعبت في الامارات، في ماتشات الماتش الاخير اللي اتلعب في السعوديه، التابلو اللي اتعمل بين جمهور نادي الاهلي والزمالك يدرس الحقيقه. وانا شايف انه يعني اعتقد انه في استاد زي استاد مصر لو بنتكلم على مثلا ماتشات محليه، نشوف التابلو الرائع ده في ملاعبنا هنا، اعتقد ده يبقى شيء مكسب كبير جدا يصب في مصلحه الجميع، يصب في مصلحه الدوله، المسؤولين عن التامين، المسؤولين عن تنظيم والتذاكر، الجماهير نفسها، الانديه، اللي اعتقد من اهم مكاسبها انه الجماهير ترجع مره ثانيه المدرجات. اعتقد هيبقى مكسب لكل الاطراف يعني. اكيد ما فيش شك، وده ده اللي حتى كان بيميز حتى لعيبه النادي الاهلي، هو تحمل الضغوط، تحمل الضغوط في ظل التواجد الجماهيري الكبير ده. اعتقد ان اخر مباراه
كانت ما ينفعش الجماهير دي كلها تروح زعلان. صحيح. فمبروك للنادي الاهلي، مبروك للتاهل للنهائي، وان شاء الله مبارك على الفوز باللقب ال 12 باذن الله. يا رب محمد، يا رب باذن الله. نورت الدنيا ان شاء الله حبيبي، اسعدتنا كما تعودنا دايما على وجودك معانا. شكرا ليك على وجودك، شكرا ليكم على المتابعه، كل التحيه.